جايز صباح بخير كي دايرين لاباس عليكم نهار جديد نهار زوين الشباب مرحبا بك السي يونس الله يحفظك نهار كبير هذا اخي جيت عندنا من فاس اخويا فاس العاصمه الله يبارك اخي ديما اخي كنسمع واحد العباره ما عرفتش العالم لا علاش الكارما جاش من فاس وما عرفتش المعنى ديالها جيب لنا خويا هذا معنى كبير واي بلا ما نشرحوا هذا الله صافي عليك عم تخش الموضوع ما مريك مش من اللوز صافي اخي انا والله الا ديما لدرجه انا اليومين هذو ما عارفش شنو نجي نقول اشرح لنا تقريبا في الكومنتات لا صافي مرحبا بك اخي شوف الا كنت شي حاجه سلبيه سوري اي دونت نو كنت شي حاجه ايجابيه كريت الحمد لله الحمد لله علاش اخي انا ديما كنتسائل تنقول علاش دابا فاز تعرفت بهذه الجمله هذه اخي مرحبا بك اخي معك دير هذا مرحبا بك انت والصديق ديالك زكريا اخي زكريا وان دي تا هو يشرفني يكون هنايا الله يلا خير بلاكس مرحبا الف مرحبا اخي سير شوف الحصه لقيتكم فيها بجوج راه من البدايه ياك مرضو حنا مجموعين اصلا تبارك الله تبارك الله يعني انتم ولاد الحومه بجوج ولاد الحومه مرضو حنا مجموعين يتوب 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 الله يلا تبارك الله عليكم الشباب انا راه كبير هذا الشباب واحد جوج دقائق ثلاثه يتجمعوا الشباب ونبداو اللايف اليوم اخي القصه فاينل على الاي كوميرس لحقاش يقول لنا وانتوما تديروا الاي كوميرس علاش ما كتجيبوش لنا الدراري ديال الاي كوميرس كنقول لهم لا راه بالعكس حنا ما بغيناش غراتش ديالنا هو نقول لك راه كاينين الاي كوميرس ها هو كاين كيشي غادي حتى هو راه ستيل الاي كوميرس ولكن كيبيع لي تيكي كاين موتور بوين او طوموبيلات فهمتي يعني راه مختلف المجالات في الويب ماشي هو لابد الاي كوميرس نجح داك المجال اللي انت فيه يتوب عليك دابا تنشوفوا الغيثاني شنو درتي مع السيده اللي كتبيع الحوت قريب تقول شي تيقول لينا واه زعما هاد البلاد ما فيهاش كاع بنات وعيال زعما اللي عندهم دي ساكس ستوري نحاولوا نوعوا شويه نجيبوا واخا ايوب خاصك تشوف لنا خاصك تشوف لنا البنات اخي ايوب اللي ناجحات نشوفوا مع جلس ما درت لي فيه جلس اخي والله الا دابا انا عارف شي وحدين ولكن مشاو كلشي راه عندك البنات اللي كنعرف مشاو هربوا لدبي نحط لهم لك خيس انت ماشي مشاو هربوا لدبي خدامين في الويب ماشي اللي مشاو هربوا لدبي مشاو هربوا لدبي الله يبارك فيك مشاو هربوا لدبي خدامين نقيقين خدامين في الويب بخير وعلى خير الشباب مرحبا بكم اخي ايوب مرحبا بك اخي نهار كبير هذا اخي راك مواضي راه ولي اول ما تيجي في الوقت اخي لا صافي مرحبا نزيدو الشباب واحد دقيقه ان شاء الله وندوز نبدا مع السي يونس اخي يونس القصه ديالك والله الا انا عجبتني شوف القصه ديالك كاع الدراري اخي اللي تيبداو من شي فاميلا عاديه وكيفاش اخي بديتو براس المال تاع 250 درهم 250 درهم شي حاجه طوب لحقت انا الوالده بجيت ب 200 درهم عطاتها لي الوالده 250 درهم منين دبرتوها بعد الوالده ولا شكون لا انا كندو واحد البورطال كنت بعتو وهي واحد الفلوس للمنحه كتمازال يتو منحه الجامعه ما كانش عندي المنحه انا في اخر اخي اصلا دابا عاودنا باش نجي للجامعه هذيك الصاب وحده احنا جايين الشباب فينا هو رضا اجي اخي رضا هو رضا الدراري فينا هو رضا هو رضا هذا الدراري تيقول لك فينا الغيثاني الدراري نهار السبت الدراري الغيثاني نهار الحد سوينغا نهار الاثنين واحد السطيع يعجبكم حتى هو واحد السط ولد فاز حتى هو هذا مختلف هذا سي بي اي وباقي ليومين هذا السي بي اي وفهمتي يسمح في الكاريير والخدمه وكذا وسميتو بشكل ديال السي بي شي حاجه اللي في شكل كلشي تيكون لابس كوستيوم كرافطه صعيبه اخي يحيد داك الكوستيوم كرافطة هذا من دوك لي بروفيل لي كوستيوم كرافطة وصالير مزيان وكذا ومشى نزل وخدم من الدار عاوتاني وكاين عاوتاني ثلاثه ديحيه الاربعاء راقي الخميس ستور ان شاء الله الصديق ديالكم الجمعه الجاي شكون اخي الجمعه لا ها ما كاينش البنات اخي جيبوا لنا الدراري البنات جيبوا لنا الدراري البنات راه فهمتي على حقاش اخي راه فراسك راه البنات تيانسبايرو البنات تيانسبايرو البنات والدراري الدراري تيقول لك راه البنت دارتها دونك حتى انا نديرها الدراري اخي المشكله هو ماشي دابا البنات ماشي ما كاينينش غير ما تيبانوش اما راه كاينين جايز
نبداو الدراري نبداو صبر نديرو تيرن اوف كومن ثينكس جايز. اجا خاي يونس نبدا معاك مان الاول. قول لي اخاي يونس فين الزجاجي؟ فاس يعني فين كارتي فاس؟ كارتي لوبيتال د عين قادوس. اللهم بارك. قريب واحد قريب الحبس د عين قادوس. اشنو زعما قريب للحبس كبرتي يعني راك تما كاين الحبس الجامع لاصق فيه هذاك الجامع لاصق على الحبس. لا لا الجامع لاصق في لوبيتال. فهمتي؟ ولكن انا كنت ساكنين الطفوله كامله في حي مبروك يعني واحد الحي شعبي تما في فاس. اللهم بارك اللهم بارك اخي. وشحال دابا في لاج؟ 25 تبارك الله. والله الا شوفها واحد عنده 22 عام ايوب ولكن ما كيكبرش عنده 22 ما نعرفش ايوب هو 22 عام 25 عام اخي. اللهم بارك. انت اخي زكريا 25 نفس الرشيديه. اللهم بارك الرسان. اللهم بارك خاي 25 عام الدراري انتم الصاد ديال 22 كون باقيين الدراري صغار الحمد لله المستقبل كامل قدامكم الله يوفقكم وحق ربي الا كنفرح اخي ملي كنسمع بحال هذا فهمتي الشباب صغار باقي الفلاج صغار وبداو وداروا شي حاجه. اللهم بارك. اش كيدير اخي الوالد؟ الوالد كان خدام يعني في العمل الحر ولكن ما كملش يعني وقع له مشكل صحي يعني ديجا هو مريض بالسكر وقع له مشكل صحي ديابيتيكا دونك يعني صافي قد كيتا صافي الخدمه كيتا الخدمه ما كملش كيتا الخدمه بمشاكل صحيه مشاكل صحيه لحقاش بقى له مشكل في النظر ومشكل حتى في واحد اليد واحد اللي كنقول فيها مشكل دونك صافي كيتا. اوكي الوالده الوالده شنو كدير؟ الوالده انفيرميير صافي. اللهم بارك اللهم بارك. قول لي اخي الدراسه كي كانت فين قريتي الروض؟ الروض قريته في حي مبروكه واحد الروض. قريتي الجامع ولا قريتي المدرسه؟ بجوج ما انا خرجت الجامع من الجامع التحضير. لا كان قبل الروض كان واحد المسجد كان قدام داركم اللي كان فوق تما في الراس هذا كنت كنمشي له واحد العام تقريبا وموراها عاوتاني الروض كان قدام الدار تما في الحومه وموراها المدرسه ديال حي مبروكه يعني الابتدائي حي مبروكه. اللهم والاعدادي؟ الاعدادي دحي السلام راه قريب للحومه تقريبا والليسي بن هاني ابن هاني كان كاملين كانوا ديال الدوله ما كاينش بريف. اخي ما تنحييك اخي كان الله الا كنحيي حتى انا ترى اكثر انا ضرب للضرب الدوله من من ما انا ما عمري اخي طلعت للكريب واصلا دابا نتوما جيتوا واحد الجينيراسيون من ورانا اصلا حنا في العيد ديالنا اخي غيساني كان بالنسبه لي كاين اللوزرز هما اللي كيمشيو كيقراو في الكريب. وي اصلا كان قليل زعما ترى قليل دابا كوم امرا الكريب يكسر. وي وي كنتي باش دابا كنتي في الكارتي ديالك ستلقى على بعد 10 كيلومتر عاد كاينه شي اما دابا زدو جوج كضري جنب كتلقى لي زيكول بخي. وي 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 قول لي اخي في الثانوي شتيتي الباك؟ شتيت الباك ب 11.40. اللهم بارك. صحاب دوز لا 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 هذا جا ما بين صحاب دوز وما بيننا حنا حزب العشرة على حقاش حنا عندنا انا واحد الحزب ديال 10 كبير حنا نقطه ديال الفلوس وتنامنوا ان كل ما بعدت على 10 كل ما هذوك النقاط كيتسبب ولكن مشاكل السينما القديمه كتخلصوا ياك اخي رضا كتاكد هذه المعلومات. لا في اخر في اخر اخي زيد ضيعت لي عام قول لي اخي منورا شنو مشيتي درتي مشيتي شديتي الباك فيتي لشي كول مورا صافي طلعت لافاك فاس تاع المهراز درت برونش ايكونومي اول عام يعني اصلا ملي طلعت من الدينا اول عام كامل ندوز اوروبو اشنو زعما خير ديك لعبه ديال القرايه ديال قريت ما سقطت حتى شي عام صافي يعني عام الاول ديال الراحه صافي حتى انا نكتشف شنو كاين والله خاي انا نفس الفكر كان عندي انا واخا مشيت للبيتيز لان اشنو قلت والا صاحبي راه اصلا انا كنت تنضار بنا شدو داك الباك اللي شدينا ب 10 الحمد لله وديك اللعبه ديال خيره سنين وانا كنتقاتل جات الفرصه باش نرتاح وهاد القضيه اخي تصور انك تمشي للكلاس بريب راه ما تقدرش ديرها يعني عاد جيت الحروب خاصك بيه في الطاقه شي 14 الفوق حيت بريض اخويا صعيبه اخويا الحياه واشوف الماط ديال هاد العالم هذا هو انه كاع لي زوبستاكل تقريبا تحيدوا في الدنيا الا داك الباك الباك
لا لا قبل ملي كنت في الليسي كان عندي واحد الميول ديال الانترنت يعني كي جا قيد الميول هذا واش نقول لك كنت انا واحد الصديق ديالي اللي هو انس يعني كنا كنبغيو نلبسو قدام البيسي ونكتاشفو فيه شي حاجه فهمتي ندخلو حتى في الليسي كنا كنكريو دي بلوغ تذكريه مثلا قبل من هادشي فوقاش ديت جداتي عندها الويفي حنا ما عندناش الدار الويفي عندها الويفي لحقاش خوالي كاين برا وكيخصهم يهضروا معاها دونك دخلوا لها الويفي انا كنت كنمشي مستافد كنت كنمشي لذاك البيت هذاك كنجلس الصيف كامل بيسي قدامي سيري مور سيري هادشي اللي خلاني انني بعد واحد بحال كتمل واحد شويه كتبغي مره انت كتفرج كتبان لك شي حاجه تبغي ديرها ومطالع هذيك تما جات الفكره ديال ان مثلا مره كتكري بلوك كتعلم منه شي حاجه درنا بلوك ديال المهم درنا بزاف ديال لي بلوك قول لي اخي شنو كان الهدف من البلوك واش كان شي هدف ديال تدخل منه الفلوس ولا غير ناشطين لا كنا كنسميتها ادسنس يعني كاين بلوك كاين ادسنس دونك كنبداو بلوك موراه ندوزو ادسنس وجات شي بركه من ادسنس ولا ما كتبان لا يعني كتبدا وما كاينش الاستمرار كان فينا واحد المشكل يعني كتبدا الحاجه الفكره كاينه كتبداها كدير ان دو تروا ما كتكملهاش اخي تنحييك اخي على هاد الهضره هادي لان الاكثريه الشباب اخي هادو المشكل اللي عندهم ما كتكملش تينويتي فكرتي بلاني تيبلاني 99% وليكزيكيسيون 1% كيمشي الله تينويتي يقول لا 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 كاين عندي مشكل في البلان خصني نعاود نبدل البلان تيبدل البلان عاوتاني كيجي تيكزيكيتي شويه تيقول لا 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 بالرجوله باقي عندي مشكل في البلان انت يلاه كتبدا واحد الدومين وكتقول لا لا هادشي راه ما سلاكش اجي نبدل حاجه واحده اخرى راه تنقول لهم تنقول حط البلان وسير بقى خدام وماش كيدير تيمشي يحط البلان الله كيبغي يبدا تيقول لا كاين مشكل في البلان اللي انا حطيت اجي نعاود نبدل البلان قول لي اخي تما قلنا ديك السنه الاولى ديال اسمح لي اخي سيمو هذه الفكره هذه كتبقى في هذاك البلان كتكون الا تلاقيتي معاه صدفه سمعتي كاينه ادسنس ولا سمعتي كاينه شي حاجه تلاقيتي معاه صدفه وانت اصلا ما عندكش ديك العين باش كتشوف لوبورتونيتي 100% غدوز ما دوز حتى لواحد بجوج ما توصل له اما هنا فين كتبان الفكره اللي كتنجح هي الفكره اللي كتكون ملي قبلتيها امنتي بها ولات اون ريزون دات وليتي حتى لواحد الجهه عايش على قبلها وشفتي ولكن خير هذا ولكن خير هذا شنو اللي يعطيك الايمان انا نقول لك انا اكثر حاجه كتخليني نامن انا ما زعيمش اخي انا خصني نشوف شي واحد دارها الا حتى نشوف واحد وجوج وثلاثه داروها عاد كنقول دونك حتى انا ممكن ندير انا مستحيل تلقاني انا باجي الاول شي حاجه جو بونس درتي انت مرتاح ما كان عندك حتى شي لا ما كان عندي حتى شي انغاجمون ولا شي حاجه غير باغي ندير غير باغي نجرب جات ما جاتش غير باغي نجرب حتى الصيف كنتفرج اوكي ندير حاجه واحده دو بليس عادي هذا هو الاوبجيكتيف ولكن ما تلقى نفعاتك عاوتاني في لافنيغ غير في الايكوميرس اهم مهاره استعملت اللي نفعتني في هذا الشيء كامل هو ما كنعقش نقلب على واحد لانف فوالا اكزاكتومون هذه المهاره هذه اللي كنلاحظ دابا حاليا الاغلبيه الساحقه ديال الناس ما عندهمش باغي هي كونسومي كيجي تيديتو ميسوج كيطيح مشكل اولا شي حاجه مشكل يجي مع العلم ان كلشي كاين في يوتيوب كلشي كاين في جوجل تقول لك لا داك الشيء راه ماشي هو هذاك لا غير الله يرحم جاوبني عليه انت حنا تبان جوا خير هذا الشابتر هذا ندويو فيه هذه دخلت حتى في الباركور اللي كندوزو القرايه كناخذو كناخذو المعلومه مثلا فيريفيواش دابا في القرايه تيعلمونا شي استاذ تيكتب لك الدرس كتبتي ما المصدر يكون شي واحد ما كيخليكش تقلب ولا تروشيرشي قليل تقلب ما كاينش ولا تيقول لك سير هذه سير قلبوا عليها ولا شي حاجه هذه عادي ندوزو هذه المرحله هذه لان تنكونوا غير تنكونسوميو وي مثلا اناليزيون داك النيفو ديال الكونسوماسيون طلع وليتي كتخصك تكونسومي في فيديو واحد ديال 5 دقائق فيديو واحد خصني نفهم فيه كلشي غنفهم فيه هذا البزنس كامل كيطالع فيديو ديال 5 دقائق وهذا هذا الكونسوماسيون بالزربه كتخليك سطحي غتشوف هذه الفكره بسطحيه وغتشوف هذه الفكره بسطحيه وحتى حاجه ما غتصدق ليك
علاش ما خديتيش الوقت تفهم الميكانيزم وتدخل فيه بالديتاي؟ ليكزومبل ديال عبد الرزاق اللي كان معاه وي ما كايناش شي حاجه دخل ليها ولا جاتو فكره وما فرتشتهاش. خاصنا نعرفو ولي صايب طوموبيل غير فرتش الطوموبيل يعرف واش كيديرين. هذا هو اللي كيدير الفرق ما بين السكسه وما بين لي شيك غابيد. هذا شيء تسمى فشل سريع. كتفشل بلا ما تكون تحتي في التشالنج الحقيقي اللي كان غيطيحك. فشلتي غير في الديبار غير في الاول لواحد المجهود ما درتيش. احنا جايين لهاد واحد المجهود ما درتيش والله انت تعلم الشباب تبارك الله راه عندهم واحد التجربه زوينه يعاود لنا السبب ديال المشكل ديال ما درتيش الاكشن. اجا خي العام الاول في الجامعه تما فين بدا التقلاب على قلتي لي ديجا قبل انت درتي سميتو وداك السنه قلتي لي في السنه الاولى ديال الجامعه كاين التسكيل وين فين بدا التقلاب ولا تعال من بين واحد النسبه كبيره كان غير التسركيل يعني التسركيل الدور اصلا يعني كنا حنا يعني ما كنخرجش من الكارتي ديالنا يعني من الكارتي اللي تنقرا فيه يعني ماشي من دوك الناس اللي كنخرج ونطلع للسونتر فيل ولا نمشي احياء برا ولا شي حاجه يعني تنقري تما دونك ملي طلعت يعني اول مره ركب تقريبا في الطوبيس اول مره غادي نبقى نمشي بوحدي ما كاينش شي واحد اللي كيراقبني الحريه تما صافي كتطلع لافاك كتساوي الحريه اصلا الفكره الاساسيه باش تبغي تطلع لافاك باغي نخرج باغي الحريه هي الاساسي باش تطلع صافي اول مره غادي نبقى جالس نقاد حتى ل 10 د الليل صافي الوالدين ما يسولوا فاش تعطلتي ولا الوالدين تسكن عندهم ديك الميسيون يوصلوك الى البارك وحق الرب شوف كتفرح بك الوالده وراوك الحومه واحد القضيه ما عرفتش بقات دابا انا كندير معايا الوالد يا ويلت مع الله اكبر ديال المغرب وما نكونش في التلعبات البيض عرفتي يا معلم جنب كندير هكا مع الشمس وكندير طا 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 ندخل عرفتي بعض المرات راه تيقول الله اكبر انا عاد تيقول لي انت الراح دونك عندي التحدي تي خصني ندخل قبل المغرب ما كاينش نمشي ودن عليك على برا كنلقاك يتسناني هادشي ما بقيناش اخي كنلقاو دابا بنادم دار حتى ل 10 ل 11 د الليل 12 عاد كيبان عشتي جيت الباك اول مره ديال الريح حتى ل 10 د الليل في الزنقه شديت الباك وريحتي ردوا لك الباك هو الكاس حياتي صافي جيت الكرا اه درتي واحد الضربه سير اخي كمل ليا با يونس صافي هذيك ديك العام الاول في لافاك داز هكا العام الثاني صافي يعني باغي تشوف داك الشيء ديال لافاك بديت نقرا شويه في لافاك ولكن في نفس الوقت داك الشيء ماشي هو اللي انا باغي شنو كنتي دير ليكونومي ديال ليكونومي يعني تنقولها انا واخا غادي نشد لا ليسونس يعني شنو غندير انا باغي مثلا نتوظف واش باغي نتوظف ما باغيش نتوظف اشنو علاش ما باغيش توظف نقدر نقول لك واحد الحاجه ملي كنت انا صغير في الابتدائي كان كيعطيني لافيش ديال عمر شنو باغي تكون شنو سميت باش نسبوك شنو باغي تكون ملي تكون كبير يعني كان الدراري كيعمر اللي باغي بوليسيه اللي استاذ الطبيبه اللي هذه اللي هذه انا كنمشي نصورهم في الدار يعني هادشي كامل راه ما باغيش انا باغي شي حاجه اللي نخدم راسي ولكن شنو هي هاد الجمله هذيك فاش نصيغها باش نكتبها ولا تما ما عارفهاش شنو قالوا لك الجمله في الاول مقاول ذاتي هادي ما بنت هادي ما بنت لينا لينا تصور بداك العادي يقول لك با كتب لهم ولدي مقاول ذاتي هذيك الكلمه ديال الجمله كنت كنكتب لك ماشي مقاول وانما غير مقاول عمل حر مقاول مره مقاول مره اخي راكم بروبليم صافي هذه اللي كانت ديال ملي كنت صغير هذه الفكره هذه كانت مزروعه فيا ملي كنت صغير علاش كيفاش الله اعلم المهم من الديبار كيبان لك راسك انت هكاك ملي كتشوف راسك عندك انت واحد الشخص اللي كتكون في وظيفه وواحد اخر كيتحكم فيك وعندك واحد الصالير محدد وانت خدام من 8 ولا من 9 ل 4 د العشيه ولا 6 د العشيه شي ما كنتش كنشوف راسي كاع فيه انا عادي زعما كل واحد ما كنتخيش راسي مرتاح فيه مزيان بالعكس انت خصك مقاول والله الا خي لا مزيان مقاول من الصغر بالعكس مزيان سير اخي والدوزياماني هي فين بديتي هي تقلب ديك الساعه صافي ديك الساعه بدينا بحال بزاف الدراري بدينا بزاف لي دومين كنسمعوا باللي راه السي بي اي فيها الفلوس انا ولي درت ديك كنشوف الدوره في اليوتيوب ديال سيمو لايف السي بي اي لابس سبوره كاس كيشرح السي بي اي ديت شويه السي بي اي ما كملش يعني نفس البروبليم ديال البنك مزيانه ماشي حق السي بي اي ما فيهش يجاوب عليك بقاش انا ما كملتش اجي شي واحد نهار اثنين باقي لي يومين هذا في السي بي اي ما تزحزحش
one of the great guys بقى في نفس الدومين شي شيفري تبارك الله صافي انا تحركت من سي بي اي وتلاقيت معايا تما بقات معايا كمل لي اخاي السي بي اي السي بي اي دوز في واحد المده يعني ما كملش موراها يعني كنشوف الدراري كنلقى واحد المشكل اون فوا كنشوف شي دري كيبارطاجي شي نمبر باش نكون صريح يعني في الاول ماشي دخلت لونتربرونيريا ان ندخل راه فيها المشاكل فيها صداع فيها تماره هذا الشيء راه عاد مؤخرا عاد ولا كيبان وعاد ولا كيتهضر عليه في الويب في الاول لا في شنو كيتبارطاجا شاك فيه 100 مليون كيتبارطاجا اني ستوري ولا فيديو ريسكين فيه 20000 دولار في النهار دروب شيبين فيه 50000 دولار فهمتي عند الدراري يعني كتشوف مسياسيه ولا بيلاه ولا الدراري يعني كتدخل تبع هذا تلقاه الدومين فيه الفلوس هذا كذلك فيه الفلوس دونك انا كتقول راني حدي غادي نبدا الدومين هذا ندخل منه الفلوس دونك جاتي علاش ما كملتيش ضربتي مازال شحال سي موا تنشر لا علاش لا والله يا خاين مزيان هاد النقطه فاش لا شهر شهرين كضرب انت لا لا النقطه والله الا تيعانيو منها كاع الدراري شايني اوبجيكت سيندروم تيبان لي واحد الحاجه كتبري كيمشي تبعها تنوض خونا السيمو تيوريهم حتى هو واحد الشيك عاوتاني ديك الساعه تقول ويلي السي بي اي فيه يلاه تينوي يبداو السي بي اي يلاه غاديين تطلع واحد خونا تقول لهم ها الادسنس فيه تقولوا الصاط بلنا نمشيو للادسنس مشاو عاوتاني الدراري للادسنس تطلع شي خونا كليك بنك رفيق لا عاوتاني كليك صافي تبقاو الدراري حتى واحد ما تيزقف في شي بلاصه تيبان له حسام الزاوي الفيرال تطلع خونا الاخر تطلع ياسر وعزيز حتى هو اليوم دويش مع هادي شي يكون معانا تصدم مزيان دوز هاد المرحله ديال التخبط بزاف عارف شحال كتخربق دفعات المشكل هو ان الهدف هو الفلوس الفلوس ماشي نتيجه كنهضرش على نفس الحاجه اللي حرك لك موتيفاك هو داك الشيء اللي شفتي ماشي هو دونك فين ما بانت الفلوس راه غادي تتبعها معلم ان كل ضمير فيه الفلوس كلشي سير اخي مورا السي بي اي فين دستي دست الريسكين صافي جات المورد ريسكين دست الريسكين طولت فيه واحد المده دوزت فيه تقريبا شي عام الريسكين يعني كان اول ضمير كندخل منه الفلوس مزيان شحال اخي تقريبا دخلت منه شي 20000 درهم في التوتال مزيان كان هذا الصالتي اللي سميتو انس كان واحد خوه يعني ديفلوبر ديال لي زابليكاسيون موبيل ديال اندرويد وكنت ديما فرع له راسو ديما هاز البي سي كنمشي عند 10 ديال المحافظات ما بقاش كنجي عند انس كنجي عند خوه السلام عليكم كاين حمار كاين خوه طاق خويا هادي البطاطا ديال ما بقاش انتيغرا مع هاد الابليكاسيون كاين ديال اجي طاق سير دوز عاوتاني نوت لي اجي هاد الابليكاسيون ديال البرانك راه خصني ناكتيفي لهاد الكاميرا هنايا ما بقاش تاكتيفها كاين ديال الابليكاسيون عاوتاني عاود دوز في تقريبا شي عام لي زابليكاسيون التوالا هما اللي كانوا كيدخلوا كيدخلوا شويه هذا كان خدام في الريسكين ولا اي ديفلوبر لا لا ديفلوبر كبر حي في فرنسا خدام واحد الشركه مزيان كيدير معاك كول هكا لا لا كان تيمشي عندو ديك الساعات كان في الدار تما تيمشي عندو حتى للدار هذا اصلا كان فريمون واحد الشخص اللي فريمون تبارك الله عليه مزيان هو كبير الناس اللي عندو لا يجيك غادي يجيك في الاخر الشكر اخي ما تنساش الصطات كيدير براسو يعني هو ملي كان في الليس يعني ملي سوا بي سي ويجلس بدا ديفلوب والدراري تفاز اخي معطيهم الديفلوب والله اخي دابا راه دابا عندنا لا هما تيقراو الماط والما اكسي الدراري تفاز كتخمسون سمارت كذا والماط كيخرج لك الديفلوب هو كان داير لو اس تي كان داير لو اس تي وتما يعني صافي خطا ليسونس بروفيسيونيل وجلس صافي من تما بدا كيخدم فريلانس مع دي سوسيتي وكان اخر بروجيكت شي بروجي مع شي شركه في شي عامين وخا تماهم المهم راه دابا ترسم مع شركه في فرنسا تما برافو عليها اخي خدام كما تيعاونك يعني اصلا تجي حتى ل 10 ديال الليل كنجي عندو كندق عليه شحال تقول لها واش المبرزه زين شكرا للسيد هذا والله مورا خايفين دستي من ورا الريسكي مورا الريسكي جمعنا ديك البركه هذيك وجاو عندنا واحد الناس اجي كاين واحد الخدمه واحد لافير ديرها شنو هي يا نقصوا على الطابل جيب جوج جيب جوج صافي دونك اخي كدوي على لي ميل دابا خوتي بتولي السميه قال لها ماشي تسويق الشبكي راه التسويق اشنو لا ماشي تسويق العرامي تسويق الشبكي تسويق شنو ولا تيسمك لا البينير لا كذا تفكني جيب جوج هرب اجي ما تنقول للدراري تنقول لي شوف هيري شي ريح معاك شي واحد يقول لك السلام كذا 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 واحد الشركه دي دير لاباس خاصك تجيب جوج وقف وهرب هرب شوف شو هرب
لا دارت كبيره وما جيتش تخلص. انت هو المشروع هذاك اللي جيت هو البرودوي. عاد يا خلينا خدنا الدراري اسمها الحلقه راه ديال السيوس. عاود لي اخي على الاكسبيريونس كي كان صافي. بدينا في ذاك العمل حبس الريسك ديك الساعه ديك البركه اللي جمعتها منو صافي بحال عشان ديك الساعه بحال الفريسك اللي تتعلم اللي خصني نفوكس شويه. قلت نفوكس في هذا الدومين اللي هو الام ال. يعني ما عارفش انايا داك لي زانكومين اللي ما عارفهمش انا بان لي دومين فيه اي اي واحد شي دخل شي اكتشف فوالا. وشحال كان لاج؟ ايوا 2014 15 يعني شي 13 عام 20 عام ماشي 19 20 عام. مزيان عاود لي الاكسبيريونس كي كانت غاده اويز جوين في ليميل. الاكسبيريونس يعني بدينا يعني دخلت معايا زكريا تا هو طبيعه الحال واحد فرشي عليه واحد معايا الشيء في الاولى تيقول لك حاول تخلي الدوراج ديالك شنو اللي تيقوم هو الاول اللي عاد كيف ذكر راسك دونك بديت الاصدقاء ديالي عاد هذا الضحايا تجي قبل الاصدقاء تا هما معايا حيت سي نورمال دابا يجي عند صاحبي يقول له شفت لك واحد لافير كذا صاحبي وصاحبي شي راه معاه كتشي قصا على هذا البواز صافي تيقول شوف هذا صاحبي راه ما يهدنيش صافي تقول هذا ماشي تسوق الشبكي لا ماشي تسوق الشبكي هذا البينير هذا كذا هذا الطاق صافي حنا كنبيعوا برودوي حنا ماشي كنسوقوا حنا فقط ما عندنا البرودوي غنبيعوا هنا كيلوز بزاف في المراحل حنا نوليو من الشركه ديريكتومون للكليان ديريكتومون للكليان لا مارش كامله غنزولوها سكريبت ملي كتحفظ سكريبت كتمشي للطوبيس قهوه لا فاك بيبليوتيك هذا الشيء اللي قلتيه هو اللي استفدتي من هذا واخا الاكسبيريونس كانت زعما ما استفدتيش منها ماديا ولكن استفدتي من اللعيبه كنت كتلاقى ناس كتبيتشي لهم بقاش كيهموك هي الحاجه الزوينه فيها هي تولي تزعم مع الناس اول مره يعني ديك الساعات يعني بما انا كنفكروا فيها كبروجي كبروجي خاصك تانفيستي فيه ديك الساعات باي ذا واي كنت انت مسور سوا كان معنا في العمل هو مسكين مسور انت غيكون معنا خير الخميس الجاي ان شاء الله. لا هو اللي كان جرانا واحد الشركه وحنا خدامين في شركه وجرانا شركه واحده اخرى ابغريداك هو ابغري شركه واحده اخرى ديك الساعات ديك الشركه الجديده في المغرب ديك الشركه المغربيه ماشي كاع انترناسيونال باقي ما طلقتش تبداو كيبانوا كيف كيع الصداع لا شي ديال بحال الطياره ديال التيليبوتيك ماشي بان الاول الثاني الثالث الرابع الخامس صافي ديك الساعه بدينا كندير نخدم فيها شويه دخلنا شويه الدراري بدينا ندخل شويه الصرف شنو نديرو غادي نديرو بريزونطاسيون للشركه حنايا هما اللي غنبريزونطيو الشركه شنو نديرو مشينا نكريو اوتيل وصال الاوتيل كريناها انفيستينا عرض على الناس لوح لي زانونس افيتو لوح لي زانونس في لي جروب اوفر دو طرافاي اش واش تخدم شكون باغي يخدم جيب الناس تفهم قدامك شرح الشركه حتى مول الشركه ديك الساعه سمعنا حدين بريزونطاسيون تما هي جات عندنا هي شركه ما مقريه في اكادير جا عندنا من تما حتى لفاس جاب لي برودوي معاهم عطاني كادو للناس في التالي كادو طومبورا دي كادو كلشي غادي هو داك بيس ضربت مورا شي شهرين ثلاث شهور سد بشعر شحال اخا يونس مشى لك فيها شحال مشى الفلوس اش نقول لك الرقم اللي كان كيبان لي تما في وسط البلاتفورم كان كيبان لي تما 90 الف درهم كنعين شده اللي كان تسمى في البلاصه انت باخر الراخره اللي كتستافد هاد لي ستور ماشي هو الفلوس غزمو انا فيها واحد القاعده اللي كانت لا في ام ال ام ولا حاليا تمديت الاي كوميرس ما كنبغيش نبيع مع العائله العائله ما كنبيعش مع الصراحه ما كنبيعش مع عندك برودوي دياش اذا كدير معايا انت الراجل لا كنبيع برودوي ديال العيالات كان راجل لا 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 غير البرودوي تاع الاخي مصالحي لك شحال البرودوي كنبيعهم انا لا مزيان حتى انا اخي تنبعد من العائله دير بيزنس مع العائله شي حاجه العائله صدقات لك راه هما معاك وقع لك شي مشكل تولي انت هو التورطاط ديال العائله هذا الشيء واحد الفكره كتقول انك الا بعتي مع العائله كيشريو عندك من واحد جاي مثل العاطفه ماشي راه كيشري من عندك برودوي انما كيشري غير لحقاش انت راه كيعرفك كيعاون انا ما باغيش يعاونني انا باغي نخرج نبيع لا باغي نتعلم انا ولا طرا شي مشكل ديما يجي ديما يبقى يفكر كتعيش 10 سنين ويقول لك عقلت اخي نهار جيتي درتي لينا الراود داو ملي كنت منو انا تنتلاقى مع شي ناس تيجيو تيجلسوا كتلقى واحد كبير عنده 40 45 عام
هو اصلا ملي كتشوفو كيبان لك متضهويره صاحبي فهمتي تحت عجبت ديموتيفاسيون ملي كتقول ليه مالك تيقول لك شوف انا راه دوزت هاد الاميل مغادي ودوز شي 15 عام وهو كيتنقل بيناتهم كيقلب على داك الجاك بوت هو ما عمر كيجي والو جي عندي حتى انا جالس كيبان ليه فانا راه هو هذاك الاخر لا خير راه ما اخي الوحيد اللي قدر يدوي ليا فيه بصراحه هو ابراهيم ابراهيم عشيرنا عرفتاش قال لك شوف اخي سيمو في الاخر وصلت بيا القضيه لدرجه ان اي واحد كنشوفو في التران تيبان ليا جوج نقاط 6000 درهم قالك اي واحد قالك تنقول اصبر هادو غادي ندخل سته مريحين في التران راق راق انا هادي اللي كتعلم السين كتحيد لي باريير كتهضر مع الناس هادشي اللي فهمتها في الايكوم فوالا الصراحه شي يكون يجيو عندك يقول لك غنديروا لك هاد الفورماسيون وتخلصني وتعطينا داك الفلوس وندخلو كذا تقول لهم لا ولكن هي ترى هاد اللعيبه اللي لا وصات ديفلوبر سكيلز قال لك دابا كنت كنريح تندوي مع الناس قال لك في الاخر ما تيتقوش في هضرتي قال لك واش وليت داير قال لك طابع دوك لي رولو فيت البانكا قال لك كنجبدهم تنقول لهم انا هاد الشراده دخلتني 36000 درهم هاد الشراده قال لك راه عرفتيها معلم قال لك بحال اللي كندير لبنادم الطلاب قال لك ديك الساعه كيولوا باغيين يحطوا الفلوس حيت لوبجيكتيف اللي كيكون هو الفلوس ساهل تشد لا زعما المغربي واش ما نقولوش بلان تيتقب بلي شيفه بلان ملي كتوري يدير تسعيات بلا بلالي ولكن اين فوا كتوصل معاه الرول فيد البانكا وكذا تيقول هذا الصوت راه سيريو هادشي راه كاينه تما الفلوس راه كاينه تما الفلوس ومزيان المحارب بالعكس مزيان الظاهر الميساج بان راه ما كيبين الدار داك الدومين لا ماشي مصالح صافي والله الا انا تنقول لاي واحد يجي يقول لك سويق هرامي شباكي يقول لك اي هضرة راتي عيومي بتلو السمية يقول لك جوج يجيبو جوج اهرب هرب غير يقول لك جيب جوج دير عاوك وقف وهرب ما تشوفش من وراك ما وتسجل 6000 درهم 2000 درهم اللي قالوا لك نوضة معلم هرب احسن ما يمكن تجرب ديك اللحظة وتهرب وراه هاد الهضرة عيامة تقولها لبنادم بحال الصات اللي في الريسبسيون ديال داك الوطن اللي قلت لك هذا راه عاوتاني عشيرنا جادوا معايا جدوى معايا قال لي اخي سيمور انا وين ندخل ديك الشركه قلت له احسن ما تجي دير وتميك عليهم وتهرب قال مشى دخل معاهم علاش اش قالوا لي قال لي راه سيمور خدام معانا وكيضرب صريف وما بغاش بنادم يضرب صريف عاد تي سالوا لي مع بنادم وبنادم طماع ودخل معاهم مشى لي رزق وعاد جات يقولها لي قال لي ولكن اخي سيمور خاص تعرف اش قالوا لي راه قالوا لي انت راه اصلا دوك الفلوس اللي داير كامل راه دايرها من التسويق الشبكي والهرامي قال لي ولكن انت ما باقيش بنادم يدخل قلت له بالعكس راس الحمار كون كنت دايره منه غادي نبغي ندخلك ويقول لي ويا طلعت حمار صراحه حلل ودابا اخي كتلقاه مثلا الدراري انا ما كاين حتى فشي شريك ما عمر تلقى سميتي فشي شركه في التاريخ ديالي ما عمري خدمت شوف اي واحد يقول لي جيب جوج انا كنهرب تعلم من اخوك دير بحال دوزنا خايون سلمى بعد وعلم انا خاي والله الا شي ديك الشركه اللي قلتي سداش وحق ربي الا مولاها كندوى مع مول الكاسكيطه ديك الساعه 20 وتا دابا 20 انا ما تنفرطش في صحابي جا عندي قال لي يا خاي سيمو خونا قال لك بغا يعطيك 20 بركه يكتب راه الشركه راهي معطل عليكم الخلاصات وراه في وضعيه جيده قلت له تشابي لا صاحبي بالرب ما نكتبها قال دوا معاه من بعد قال ليه قول ليه شحال طالب ديال الفلوس وغير دير لنا بوست في فيسبوك ديالو بلي راه الشركه قلت ليه لا الساط ما 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 من الامور ما كتمشيش هكا وانت شتي لافان راه سدات نقول لهم الدراري وعلما انه كان تيقول لي انت خاي سيمو خاصك تدخل لهاد الشركه ها انا توريني دوك النمبرز غير داك البانل توريني تيقول لي انت وراه نفسه وراه واش 46 مليون تيقول لي انت شوف اصاحبي كدا دخلت قداش جبت قدا انا عندي 46 مليون حتى هو مشات ليه فهمت ماشي هو او ترى كاين اللي مشات ليه 70 مليون 120 مليون 160 مليون كاين اللي خداها من داك عاوتاني نرجعوا لديك العقليه ديال المقامر اللي بنينا على داك النهار كاين اللي كيجيو هما تيقول لك انت كي دونطري كيجي هو كيقول لك لا انا غادي نجيب 20000 واحد وانا غنخلص عليهم كاملين داك التيكي غنبني هذاك الهرم نبني الشبكه ولا نبنيها مي في الاخر شوف كنعاودو نرجعو عاوتاني كتلقى تقريبا في الحلقات كيتعاود واحد لي برينسيپ كلي هو انه ما كاين حتى اكسبيريونس كدوز خاوي ديما هاد ستيف ولا بد ستيف شي حاجه ندوزو خير مازال ما ضربنا لا الحمد لله بعد الله 34 دقيقه اللي داز من وراها اخي
مورا لي ميلي ما شنو جا مورا صافي ني كتقرا ثاني في الريزو سوسيو كيبان لك حسام طايح يعني حسام الزاوي حسام الزاوي فالفيرال اوكي اجي نجرب الفيرال شنو فيه ديت الفيرال شويه ما كملش نفس المشكله عاوتاني ما ماشي الفيرال ما فيش وانما انا ما كملش فيه شنو اخي كتحس ما كايناش هكا الموتيفاسيون ولا شنو ولا ما كاينش الدافع ولا ماشي ما كاينش دابا انت عندك ديك الموتيفاسيون انما كاين واحد الحاجه اللي كتغلب عليك هي الكسل نقول لك واحد الكسل التجربه اسمح لي قطعتك التجربه ما ملي كتجي ملي كتبدا اون فوا كتبدا الدور في شي حاجه كتخوضها كتدخل فيها دابا انت شفتي الفيديو شفتي الدوره شفتي كلشي ملي كدوز للبراتيك ملي كتبدا القضيه كتعقد ولا كطيح في شي كومبلكس لداخل كتسل انت كتساتور علاش حيت انت اللي موتيفيك هو انه بانت ساهل الهوت الفلوس في الاخر في الاخر الفيديو في اخر جوج ثواني كاين الشيك انت ملي كتعطل عليك الفلوس كتقول لا لا واحد البارامترات ما في ما مفيكسينش وخصك تمشي تهرس راسك باش تقلب عليهم تما دغيا كتحبس ديريك تما كتحبس حيت الريورد ما كاينش انت كشي كتسناه فاست وثاني حاجه سي داكشي كومبلكس كثر من داكشي اللي كاين في الفيديوهات الفيديوهات عطاتك الفيديو تعطيك راسك الخير يوتيوب عليك كملينا اخي وبعد ومن ورا الفيرا مورالز للدروب شيبين كان ديك ليفيرمون اللي كان في كازا ديال 2015 واحد ليفنت كان في كازا ديال الدروب شيبين ديال الدروب شيبين كان في بيلال الطايفي ديال الدروب شيبين كان في بيلال الطايفي تما طلعت لكازا انا ومستورنيس طن ليفنت مورا دينا الدروب شيبين بدينا ولكن اللي ما شغلنا ما كملوش فيه هو البيجي ما عندناش واحد البيجي اللي كبير بدينا لي تيست ديالنا يعني فيسبوك ديريكت دوك الفلوس وزائد شحال كان, كان البيجي باش نبداو الدروب شيبين شحال كان البيجي لا هذيك مشات مشات هذيك اما تما راه شي 2000 درهم عندك ولا شي حاجه وهذا غير يقول الدراري انه ما كايناش شي حاجه اصلا كانت سميتها بديت دروب شيبين بصفر دولار ووصلت ل 100 الف درهم في اليوم غير هكا كاين شي حاجه سميتها شوخ التجاره خاص البيجي التجاره خاص راس المال غير الجميل في الامر دابا ولا راس المال صغير شحال تجي خاصك تكري المحل والمحل تيقول لك اخويا انا راه المحل موقع خاصك تعطيني الساروت شحال الساروت 30 مليون انت منين تجيب 30 مليون فهمت يعني الاغلبيه الشباب ما عندهمش 30 مليون عكس دابا ولا تجي تحل السطور بدولار راه حتى هو دخل التجاره ما كاين لا ساروت لا والو هادشي ولي زوين اخاي في الانترنيت وعاد تشري برودوي كتشري كذا المهم كتبدا صغير عكس اخي شحال هادي كانوا بزاف ديال التعقيدات المهم تنقولوا دابا راه الويب صافي تحيدوا دوك لي بارير دونك بغيت نقولوا للناس كاين الوهم بزاف في لاطوار هادشي علاش كنجيبوا اخي بزاف ديال لي زونتربرونور بزاف ديال الدراري اللي خدموا في الويب باش الناس ها نجوم يعاودوا القصه الحقيقي ما كاينش سير باس كتنجح ما كاينش الا كنتي معول سير باس لا ما كاينش اي بعد من الدومين راه ما يصلح لك هادشي اخي دايرين 30 نهار 30 زونتربرونور ان شاء الله كل قصه مختلفه على الاخرى وكل روايه مختلفه على الاخرى ولكن كتلقى انه واحد لي باس الحمد لله الشباب تينجحوا اكزاكتو ولكن راه ماشي ساهل صافي صراحه يكمل لي مورا دروب شيبين حبست واحد الفتره ما بقيتش خدام حتى شي حاجه اصلا في الدروب شيبين لقيت راسي باللي بزاف الحوايج ما عارفهمش ني غير باش نطلق كومباين فيسبوك دوك البارامتر الفيسبوك راني ما فاهم حتى شي حاجه اصلا اول مره كنعقل راسي ني كنشوف بلاتفورم فيسبوك بحال كنشوف بشي لغه ديال شي شينويه ولا شي حاجه بحال داكشي ما كنفهموش كاع النظره ديالك ليها ما كتشوف حتى شي حاجه ديك كرييت اللي كاينه لتحت ما كتبان لك حتى شي ما فاهم حتى شي حاجه فاهم ان كاينه الفلوس كاينه الفلوس كاينه فيسبوك اسك تطلق الكومبين صح مورا صافي ديك واحد بغيت نتعلم نصرف شويه دورات في يوتيوب في جوجل دونك البدايه فيسبوك اس كانت 2017 الفيسبوك ادس في 2017 من مور ليفن ديال دروب شيبين جو بونس كان في 2016 2016 يعني اواخر 2016 غير حيت فيسبوك اس ديجي 2017 راه غير عطيت الثمار ديالو في 2021 2020 غير باش تفهموا الدراري انا راك بديتي راه كاين راه ديك الوقيته بديت كنطلق مره جاي اخي يونس عاود لينا ان شاء الله صافي مورا صافي 2017 الاول ديالو صافي حنا كاسين كنقراو في مزيان في الاخر كنقراو كتبان لي شويه ما كتبان ليش بزاف جا قرب الصيف
انا وزكريا يعني جالسين كنمشيو كندير واحد الطراجي من حين بروكا لواد فاس كنمشيو ديما كنتمشاو كنلقى درهم الزريعه وكنبقاو نهضروا نعرف واش كنمشي ديما الطراجي كنحدنا يوميا زوينه يوميا كنمشيو لواد فاس نتمشاو تيمشي ونرجعوا عاوتاني ما عندنا ما ندير لا لا مزيان ديك مشى خصك كان عندك شي عشيرك تمشى معاك كتقول شي حلوه تبارطاجيو توصلوا للقمر وتعاودوا ترجعوا انا وخي ثاني تنبقاو غير نتمشاو تنطلعوا للسارو وكنسبقوا ايلون ماسك وكننزلوا راه رايك مزيان والله الا حيت اي حاجه خصك تيقه بعدا باش دير كنت تيقه باش ديرها كان ديك الوقت ديال قانون الجذب دينا كنسيمو كيبري قانون الجذب دينا كنهضروا شويه نطفوا قانون الجذب شنو دو سيكريت تهضر شويه هنا انتوما خير هاد السيتوياسيون ديال جدبتوها هادي تقينا شحال هادي تبانوا وصلوا ليها سمنا خي صافي قربوا لي زيكزام ديال تاع 2017 كنضروا زكريا شنو نديروا صورة واحد الدوره كنت حضرت ليها في 2000 في الاول اللي حضرت ليها واحد البوت كامب كان في كازا في ديك سمارت سنتر ايوه حضرت سمارت سنتر باقي حال سمارت سنتر ما عرفتش جو بونس كان بوت كامب ولكن بارطاجو مع الدراري شي لعيبه تكون مزيانين سبيكر اللي كان تما في التالي ديالو كنذكر بلي يلاه بدا واحد سميتها الاي كوميرس في المغرب وكان كيتمنى واحد البرودوي ديال داك الساعه 3 دي الساعه هذيك وكيعاود الساعه 3 دي واش كتلخص هذيك الساعه هذيك كنهضر عليها قلت له راه كاينه هذيك ولكن راه كيبان لك شي في بيجي كثير راه خصنا واقيلا شي 10 المليون باش نقدروا نبداو هادشي ما عندناش حنايا شنو نديرو نتوما جاتكم الفكره في 10 كاين 10 مليون كيفاش حسبناها ما كاين لا حساب لا المهم قال لي راه الاوبستاكل الاول حطيت اوبستاكل الاول يديروا الدراري تنقول ليه بدا لي كوميرس تيقول لك واش دابا خايسيمو كيفاش نبدا لي كوميرس وانا ما عنديش لونغلي كتقول ليه معلم عندنا واحد الصاف كادير عندي ست ابتدائي تيكتب الازي بالدارجه حتى العربيه ما عارفاش تيكتب واش باغي كذا كذا تيكتب دابا راه حلينا هاد المشكله باق سالينا تالدارجه صافي كما كتصيفط في الواتساب هاكوك هو تيكتب الاد صافي موراه بقينا اسمع لي قدرتك لا قلت لهم بديتو اوكي ولا بديتو ما بديناش ديك الساعات اللي ما بديناش لا موراه بشي شهرين هكاك حتى شي يوم واسيس لو مواسيس ياك لو مواسيس عاد صافي جو عرفتي شنو نديرو اجي نبداو ليكم في المغرب اجي نبداو شنو البيجي اللي نبداو به انا كان عندي واحد البورطابل بعته مزيان اخويا مزيان شحال بعتي 5000 ريال 250 درهم بعدا كاينه هو كابيتال درتي في جنابك عشي صاحبك زكريا عنده هو الدراري نوريكم زكريا راه قبيلات كندور الكاميرا مرحبا بك اخويا زكريا الله يعزك الله يعزك عجرج صافي زكريا جاب تاهو 5000 ريال من الفلوس المنحه ديالو هو كان مكبر عنده 100 هاد 5000 ماشي حيت شي 5000 واش 5000 ولا لا تا هو شي كيف قالوا تاهو في المنحه زعما اي شوط تاجي كان قال ديك ادرام طبال فات 5000 ريال من العصار مزيان داكشي اللي جاب 5000 ريال 5000 ريال اوكي كنت بري الدوله تعاونت معكم بهذا البروز لا عاود هذا مزيان عاود تو ماشي هذا المهم عاود الجوج شوف شوف اخي والله الا هادي اكزومبل زوين شوف الدراري انت الدراري بداو ب 500 درهم مزيان واحد تيجي تيقول لك باش تنفعني فرصه 10 البركات واش تقدر يدير بها واحد البروجي كيتفلاو على الدراري تا ولي لا صاحبي راه والله لا عرفتي واش كنسول السيمو على شي في الباسكو راه بغيتكم تقولوا 250 بقى عندي واحد داك سامسونج اللي كليتوش راه عام وانا بغي عندي ديك سامسونج هذاك وسط الطبلة كنحطو صافي تبادل البروجي ديالك انت يا خدام الفوكس جو بونس هاد العقلية هادي خديتوها بهذوك التجارب كاملين اللي دوز اصلا ملي بدينا هاد البروجي صافي بدينا هاد البروجي ديال نكملو فيه يعني كاش اون ديليفري ما كانش كاش اون ديليفري ديك الساعات كان غير شنو خا درتو شنو درتو في الخدمة اش تخدمو بجوج ديك الساعات الفكرة الأولى كانت هو بما انه انا مولف كنجلس في الدار نتفرج في البيسي عندي شويه ديال السكيز في البيس نطلق كومبان نطلق شي حاجه زكريا كان حتى شي سكيز اوكي زكريا كيعجبو التيران كيعجبو البراتيك مزيان شنو نديرو نقسمو لي طاش يعني شويه متواضعه في البيع والشراء يعني نيغوسياسيون برودوي يعرف نيغوسياسيون مزيان بون كومبينيسيون يعرف يدوز مع فورنيسور هادي اخي راه هي الصعيبه حيت درنا
يونس تقدر تشري برودوي وتقدر ما تعرفش نيغوسيي البري. لا ما نيغوسييش حنا اكثر اللي مولفين البسيات ما عمرنا عرفنا نيغوسيو لي بري. راه مزيان اخي هاد الكوم اكثر الكوميزون راه مزيان تعلم له ولا تخرج للتير. بيان سور واحد فيكم شي دوز لاخر هو في واحد القايل يقدو يدابز مثلا فورنيسور يدابز معايا في الخطره انا ما نقدش انت هو يدابز مع صافي انا شوف ديك الساعه كامل مزيان سمعت انا الكازا ماشي مشكل صافي الله يعطيك. واحسن حاجه بعد هذا ديفلوبر وفي هذه الاكسبيريونس غتكون هي الثالثه ولا الرابعه اللي قالوا لينا ما بقاش كيخاف من انه يلونسي. دابا ولات عنده انه يلونسي حاجه سهله حيت لونسا الاولى واخا ما صدقاتش. لا لا ومزيان حطوا الفلوس تاجي تحط الفلوس شي حاجه مهمه هذيك ملي كتكون وليتي عندك هذيك القدره انك تلونسا كتولي كتعرف تجيري البديه. يعني البديه الا قلتي لشي واحد 500 درهم شاف 99.99% يقول لك شي تخر بزاف ما كايناش هذا ما يقول لك شي تخر بزاف لونسي بروجي ب 500 درهم ولكن هو التجارب ديالو كيخلي تبان ليه بوسيبل. دونك الناس كتقول لهم طونطي اصاحبي طونطي واخا تعرفها ما غتصدقش غير جرب هرس كاس اصاحبي دير شي لعيبات لونسي علاش باش تحيد هذاك الخوف من انك تبدا. وي ديجا هادي راه ربحوها. شوف اخي راه اكثريه ديال الاسئله اللي كيجيوني خويا السيمو باغي نبداو خايف حتى مناش خايف اصاحبي خايف نفشل وايفشل حتى حنا راه كنخليو لا مارج ديال الفشل في اي بروجي باش نبقاو نضربو في الحيوطه فهمتي بين ما نفهمو كما تنقولوا غندخلوا لهذا الطومين هذا وخلي لنا اخي واحد العام وحنا كنتصرفقوا هذا العام الثاني نخدموا. انت اصلا كتشوف راسك انت اصلا ما عندك والو شنو غتخسر انت ما عندك ما تخسر فهمتي دونك نبدا نجرب ما نعرف تصدق تقدر تخسر 500 درهم وتقدر تربح 10000 درهم صافي نفس البلان صافي. فكرنا ديك الساعات جلسنا عاوتاني ديما كان عندنا قهوه قلت لي قسمتو انت شد هاد الكونفيرماسيون وزكريا شد الشطيره شد الطيره شنو الطيره يشري السلعه يشري السلعه ويمشي يحطها يدير يمشي يحطها في الفريبراز لي فرود كذلك يوتيوب فاش كامله اخي تحيه للوالد خدم المخدم جيب الموتور ديالو الناس راه اللهم ولكن في الدب باطي السيمانه الوالد وداك داك اللي ما كاينه ما كانش كيعطي راه مازال ما تاكش كان انه ممكن يدير له المازوط ولا شي حاجه كيعطيه لا انت دير تاع مزيان اخي خاص تثبت الجداره والاستحقاق ديالك تخلص له المازوط صراحه. شنو هو اول برودوي بديتو هاد الدراري صافي بدينا ديك الساعات كنفكروا شنو هو واش ممكن نبداو البرودوي كان ديك ساعه البدايه ديال الصيف دونك الصيف بنادم كيبغي يخرج كيبغي يبان كيكون لابس يعني لابس دومي مونش صيف نبداو باكسسوار بان ديك ساعه النظاره ديال الشمس بلان هذا هو اول برودوي خدمنا عليه مشينا تنقلبوا عليه هبطنا تقلب دابا بجوج بينا هبطنا للمدينه القديمه في عندنا تما الجمله في فاس هبطنا لتحت تنقلبوا طق 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 لقينا واحد النظره عجبونا هزيناهم النظره ديال الشمس هزيناهم طلعناهم للدار ورقه بيضاء بحال ديما عطينا ورقه بيضاء تليفون ما عندوش تليفون ما عنديش وكنقلبوا على تليفون عند واحد الصديق ديالنا عنده واحد سلفتو تليفون باش صورتو صوروا البرودوي باش ندخلو انا الفوتوشوب ونقادلو الديزاين ديال باش نبدا بارتي نقادلو الديزاين عند اللوح درتو التصاور ما درتوش فيديو لا غير التصاور ما كاينش فيديو التصاور طلعنا واحد اللي كودر في ديك التصاور قسما بالله الشركه ما عندها يتو دونك صافي طلعنا ديك التصاورات مشيت لونسي الكومبان انا من دوك الناس اللي كنت كنلونسي الكومبان بدولار في النهار كاملين بدينا دولار في النهار جوج دولار وماكسي جوج راني مسكايلي وماكسيموم وكنضرب 24 ساعه ولا يومين ما كاناش كنحبس الكومبان نمشي نشري السلعه نمشي ونليفريوها نعينو الفلوس مع امانه ونعاودو ازير. وهنا كان في الدبر واخا حنا كنا مثلا دايرين في داك لاننا خصنا هو الطيره وانا برا وانا لداخل في الدار في اليوم مازال ماشي كونفيرماسيون مازال ما عندنا والو حتى شي حاجه مزيان غادي نبداو ولي كوموند قلال دونك شنو غنديروا نمشي انا وياه نخرجوا برا يعني بجوج بينا نبقاو نخرجوا داك الاول وكان رمضان ديك الساعه شكون اللي كان كيدير كونفيرماسيون انا دونك انت عندك بعدا ميسيو انا كونفيرماسيون عندي الكونفيرماسيون عندي الجيستيون ديال لاباج وعندي لونسمون ديال لي كومباني وجيستيون ديال الاس مزيان كان ستور لا لا ما كاين لا ستور لا والو الا لا ما نعرفش كريستو لا كنت كريتو دروب شيب كريتو شوبي فا كريتو عندك ديك الساعه صافي كان طونوبيل كان رمضان والحراره
و500 درهم هي اللي كاينه وخصنا نشيطوا فلوس لا ليفريزون فلوس السلعه كيجيو لك 4 4 5 د لي كوموند وكنبيعوا حنا البرودوي كنشريوه ب 60 درهم وكنبيعوه ب 270 درهم ما تسولنيش كيفاش درت هذا الثمن هذا خاصني عارف منين جبته يلا ما لا 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 قلت له شحال نبيعوا هذا كاينه امانه راه كتبيع وكتصيفط بالقدا والقدا 58 درهم نزيدو واحد لامارش نبيعو 270 درهم دونك كاين الكالكولا هو هذا لازم ولكن الكالكول اللي كان لا زعما ما داروش الحساب ديال الروتور شحال دابا كيحيو الاخر راه يصيرو ما كانش الروتور في الاول داك الكابيتال ما كانش الروتور على ما كانش كان عندك 90 كان جوج سيمانات الاولى تقريبا راه 100% بان لي اخي داك الكولور اللي درتو عطاو لي في ديالو داك لي كولور لا لا بو داك لي كولور فريمون بنادم كيوصل البروبي كيعرف هذا واحد الكولور هذاك واحد البلو واحد التليفون وحده واحد الزرق عطاه مصور ضرب فيه فلاش طلع واحد الكولور في شكل كيما واحد الكولور ديغرادي واحد البلوسيال ديغرادي فيها فهمتي كولور حمق دونك صافي هذيك كان واحد الطراجي في رمضان كيخصنا نهبطو من الدار للمدينه القديمه في كاينه السلعه كنهبطو ابي والحاره والشمس والصيف ومن المدينه كنطلعوا للسونتر فيل في كاينه امانه كنطلعوا هذيك الواحد اللي كنشدو فيها طاكسي وملي كنليفريو السلعه في امانه صافي الفلوس كتسالى لنا هادشي اللي ما سلفش ماشي واحد 10 درهم ولا 20 درهم باش كملنا ديك الكوموند صيفطناها كنعطوني ابي للدار كنوصلوا مع المغرب مع الله اكبر كتدخل كطيح نيشان في الارض صافي كنبغي نمشي وفاز تبارك الله فيها البرد بزاف البرد شوف قلت لي في الصباح ما كان غير تراكين 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 هذيك لا ديسا تراك ديسا تراك وديك السيستم الامان ناري قول لي يا اخي كتبح سيستم طايح ما كانش الكاشي اللي ليفري ما كانش زعما بليتو ماشي الكاشي اللي ليفري ما يمكنلكش تصيفط الكولي بلا ما تخلصها لا ما يمكنش لا خاصك تخلص 150 درهم قول لي يا اخي دولار حتى لجوج دولار في الاج شحال كتجيب لكم من بيعها كنت كتجيك ما بين 6 حتى 300 لي كوموند كتجيك مزيان بخير كتجيك 6 حتى الرياحه هو تيجاوب في الميساج في الميساج طاو قول لي يا اخي السؤال اللي بعد منه هاي بدات 500 درهم بقات غاده 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 صافي ضربنا داك جوج سيمانات الاولى تقريبا درنا واحد الاجتماع ثاني ديما كل كبير عندنا زكريا اجتماع ديما عندنا اجتماع خاص مزيان اخي راه الاعمال لا ديما ديما صافي البيزنس ولكن كيكون رجاع السيرو اولا يمشي يطيح بيه ولا تكون الدوره مازال لا بس تكون هادي تيقول له انا نعطي موطور شي واحد في البال شي واحد غيسوق هذا هو المشكل صراحه جوج سيمانات قلت انا بزكريا اجتماع في باب دارهم بالضبط اخي علي عقلتي عليه في باب دارهم قلت لي كنهضروا قلنا شوف دابا بعنا جوج سيمانات دخلنا واحد الربح ديك 500 درهم كانت ولات شي مناقش بالضبط المهم دخلنا منها الربح شنو نديروا نهزوا الكابيتال ديالنا باش دابا من دابا الفوق الى خسرنا ما خسروش الكابيتال مع المير هذا هادي عشت لو كيديرو هادو هادو كيديرو هادوك ديك القماره الصحاح اللي كازينو تيضرب الضربه تيقول نحيد راس المال باش نزيد نديه مع الخوت غير نقصر معاهم غير نربح المهم راه رزقي في جيبي ايفيكتيف خدا 5000 ريال ديالو انا ديت 5000 ريال ديالي درناهم في الجيب وخا طبيناهم في شحال شحال الباقي شحال كان باقي ما بقيتش نعطيك اكزام كنتش عارف الاكزاكت ولكن الحلام مزيان راه فوقات ولا فوق 5 لا فوق 2000 درهم يتوب فوق 2000 درهم اللي كان ديك الساعه فوق 2000 مزيان يعني 500 درهم ولا شي 2500 شي 2500 درهم شي جوج سيمانات تقريبا معلم فين اخا كاين هاد الاندستري لا شي جوج سيمانات وتتعلم كتعلم هادي كتعلم وتتخلص كوم بحال داز الشهر الاول داز تقريبا شهر وتحيه للمصور لا تحيه الخونا اللي سلفهم التليفون هما راهما اللي صوروا كان معنا قدامنا حاضر بورطابل حتى هو كيصور راه خاف التليفون قدامنا صافي صور هاك التليفون سير بلاص داز واحد الشهر تقريبا كنا ديك الساعه كنبغيو بحال كنضربوا بريكولار شويه ديال صافي تعلمنا شويه ديال الكومباين ادس اجي شنو نديرو كاين محلات كيبيعوا شي حاجه اجي نمشيو نصوروا لهم فيديو تقول لهم صور لك فيديو ونطلقك انونس وخلصنا بلان فهمتي كنا واحد المحل ديال الطلامط كثر طريق على الشقه فاس محل ديال الطلامط صح والله الا مشاو لواحد النيتش غنعاود واحد النقطه مهمه محل ديال الطلامط كنا تما كنصوروا الفيديو كنلعبوا في المنتخب ما شكون لاعب داك النهار هذاك
زكريا هو كان معنا ما كيزكي ما كيصورش كان جالس في قهوه وانا جالس كنصور انا والدري وخرى ما عنديش علاقه كاع بالتصوير المهم كاميرا جاقرينها جاقرينها مع الدراري المهم دافعين جبهه جاب 1500 درهم الفيديو باش كنصوبوه طب مزيان طلقتوا الاد كنطلقوا له اد كنصوبوا له فيديو كنطلقوا له اد تطلقوا له الاد سي في الكارتي لا في مدينه فاس تبارك الله اصلا اصلا هو عنده المحل يعني بحال واحد كارتي لوكس نوعا ما شحال درتوا ليه هو دولار جوج دولار ولا سكيلي لا هو كان كيما عنده الفيديو شي تبارك الله كنت كنت 5 دولار كنت نقول 5 دولار في المره تبارك الله لا انا نقول لك انا نقول لك هذه القضيه واحد الشيط الراسي واحد شي قد السدادر كنسميهم السدادر كاين شي مصطلح اخر تيقولوا في المغرب المهم السدادر طلع المهم واحد شي قد السدادر في قادر مشى عند واحد الدري صاحبنا ابراهيم قال لي السلام عليكم تقدر تعرفوه مشى عنده قال لي السلام عليكم خونا اجي نطلق لك الادز وخلصني صاحبنا طلق لي الادز صافي قال لي بشي دولار ولا جوج دولار في النهار طارغيتيه الكارتي فهمتي مع فيسبوك هادي سمارت طارغيتيه الكارتي خونا لدرجه ان جا عنده الشهر الثاني بغيت تخلص من عنده قال لي الشريف وقف عليا داك الشرا دير لي انت مشاكل راه عمرت العام ديال لي كوموندا صاحبي راه ما عندي فين نزيد ورا نفس البروبليم قال لي رانا كنتسناك يجي عندي باش نجري عليك نفس البروبليم وقعنا مع هذا السيد هذا خاصه هو تلقى لونونس داز واحد لا بيريود ما بقاش قادر سيبورتي لي كوموند ديال الخيط ديال الطلام ما قادش سيبورتي هذا هي تخيير لا هذا كيبيع الطلام وكيخيطهم ملي كنت العبارات كيخيط لك الطلام ديالك دونك ما بقاش قادر سيبورتي لي كوموند اخيرا هادي تنقول لهم نقول لهم الدراري دير ادز بدولار للبروجي دير ادز بدولار للبروجي تسير عند مول باتيسري تلقى ليه بدولار في النهار في الكارتي راه يقول لك الله يرحم بها الواليد شوف حنا الواليد كنحل القهوه في سكومه في مراكش درنا ليه دولار واحد في الكارتي باخر ولله الحمد ماشي ديما سيمانه وحده قال لي يا وليدي تيجيو الناس كيسقسيو على القهوه تيقول لك راه شافوها في الانترنت صافي وهاد الشيء اللي كنا كنديروا مع هذا السيد هذا جابنا واحد الاوبورتونيتي وحده اخرى ديال اكبر فورنيسور ديال الطلام في المغرب واحد الشركه بيني كيامبورتي مليونز اوف دولار ديال السلع في العام اللهم بارك مشينا عنده تما عيطوا لنا هما يا شكون هضروا مع هاد خونا هذا كيدخونا هذا كيدي عندهم جمله السلعه بحال كثر عليهم السلعه اجي لا شلك شوف الفيديو في الفيديو في فيسبوك كيشوفوا الفيديو في فيسبوك ليفي عنده 500 الف في فيسبوك وفاز فيها جوج مليون تقريبا شاد الشيء يعني ضربوا ربعهم شنو داير انت اجي واحد الناس اجي عيط لهم قول لهم يجي عندكم طلعنا لعندهم ديك الساعه المهم ما كناش واجدين ناخذ داك البروجي هذاك لحقاش من اللي جلسه كتشوف فيك صافي دابا نعيطوا لكم ان شاء الله دابا نقضي لهم واحد صافي لا دوفي ما عارفين حتى شي هذيك الساعه دابا خاص نصيفط لهم ايو ما عارفين لا دوفي لا حتى شي هذيك الساعه طاي عندهم غير الجبه طاي لابسين شوميز وسروال وداخل السلام عليكم لا لا والله لا شوف الله يرحم هذه الشركات الكبار تيكون عندهم الديفو تيعبرك في الدخله من اللبسه ديالك كيفاش داخل انا خايلاش قلت ايوب غير قلب المعادله ايوب بعد كثرت الخدمه صافي ولات سميتو انتشر قلب المعادله ما تافنتي ديما ديك اللعبه حتى ايوب قال لك كان كيعاني منها من انت دخلتي عبرك خونا ما جاش بكرافطه ما جاش بايبات كذا والله الغاديه قال غيساني ديال كيعبرك ملي كتدخل والفيلسا شنو كدير شنو شركه كبار كيفاش كدوي معاه واش كتدخل شي كلمه بالفرنسي ولا لا خاصك تبان لي داك خويا عرفك الضو وكتبقى في الاخر كدير كتشوف التليفون ودوز ديك لي زابيل حداك وراه التليفون كيصوني بزاف اصلا ما خاصكش تهضر معاه في بيلجي صغير واش انت حنا اصلا تقول له مثلا 10000 20000 وبالنسبه لي شي حاجه لا شيء حنا بالنسبه لي ديك برا الشيء شي حاجه انا خي ايوب لا ديك الساعه داز ايوب بالمناسبه عجبني شي فيلم ديك الساعه دابا راك عارف لي زاجونس كي كيتعاملوا لي زاجونس الكبار تيقول لك راك عارف انت اخي غيساني عطيني بيدجي حتى من بعد ونخلصك ايوب هو اول واحد كلوزا ديال 5 مليون تيغام مع واحد الجروب كبير في المغرب وقال له بالرب وما تحطها لا خديتي شي حاجه لا خدمتي غادي تخلص العاد قبل ما تبدا وكلوزتي وانا نقول ليه شتي انت هو اللي تقلع عليا كاع لي زاجون ديال سير راك على الطريق المستقيم انا اخي كنامن بهاد العقليه هادي علاش اخي واش انا عاطيك شي حاجه راك عارف عندي الخدمه ناضيه
ارى علاش نبقى نتسناو سيرتو اخاي دابا اللي كتسمع الدراري تجرجر في الخلاص تمرضين كذا لا نقلبوا المعادله خلص اتاخد وانت وانت سير صرف من بعد لا هو اللي محتاجك اه هو اللي عندك تيقول لك خويا نخدموا صافي ها اللي ها زعما ها اللي غاقل ليا ولي دابا باش تخدم اه بغيتي تخدم معاه باش تشوف اللي كيجي هو عندك انت غادي عنده عندك عاوتاني ملي كتكون الوفره ديالك ديما فيها شي حاجه زايده حيت ملي كيكون كلشي بحال بحال تيبداو يكثروا هذوك صحاب الدريال كاينين وكاينين كاينين كاينين اخي كاينين ولكن الله خلي تنقول شوف الاستمراريه كتهدم كلشي فهمتي كاينين صحاب الدريال راه في الطومين راه عايش معاهم ديال كدا تخلص وتيجرجروا الناس في الخلاص ولي زاجونس وصحاب لي سيتي لا لكن هذا اللي باش من 90 يوم راه لافات كاين اللي عام و 90 يوم اللي كتقال من بعد كتجي تخلص يقول لك ما ديبوزيتيش لا فاكتور كتبدا عاوتاني من ديك اللحظه 90 يوم تجي تخلص يقول لك شوف ما كاينش لا كيس كذا دير لنا شي غوميز دير لي بورسون خلصوا كتجي تسلك معاهم تجي ولي اللي كطيح في مارشي اللي فيه صحاب لوفر لي زاجونس اللي يمشيو حتى هما عند هذاك هما كيريبوا المارشي هو كيجي كيقول له شحال دايرين سانك اودي انا عطيني غير جوج وما تخلصنيش خلصني على ثلاث شهور هو تيريب المارشي هذاك اللي تيريب المارشي بحال كاينه واحد الشركه اللي هي كدير دابا الاي كوميرس اللي كتجي كتقول لك انا الشيبين خلص غير الكوليه اللي تليفرات شدات كاع لي سوسيتي الشيبين ويتكى عليهم ولاو كاملين تاهما خصهم يديروا الكوليه اللي تليفرات هاد الدريال خاص الواحد ملي كيبدا يعز البرودوي ديالو يعز السيرفيس اللي كيدير انا خاين نقول لك خليه الكاليتي ديال السيرفيس وما تمشيش حتى تجرب شي حاجه حتى تعطي الكريدي وتقلب هذا وهذه رضا جبتي الشيبين كلشي تيدور في الاخر تيقول لك خويا انا بغيت غير الكاليتي انا نخلص لك حتى الروتور الى كان انا عطيني الكاليتي في الاخر رجعوا الشباب للسيور عاودنا ديك القضيه اللي طرات قال لي شحال طرات السيور طاب ديك الساعه لا كاينش هذيك شي فلوس عندهم في لاكاش شي 7000 درهم مقال لا لا شي ديال داك الشاك اللي داز قدامي ديال شي 70 ما عرف ديال الشاك يعني غير حنا ديك الساعات قدامو داز واحد الشاك قدامي 70000 70 مليون يعني 70000 درهم جا واحد خلصها شاك سير بلاص ديك الساعات دونك وحنايا كنهضروا معاه في دي مونطون اللي بالنسبه لك انت طلبتي 10000 ولا 20 درهم لا طوب فهمتي شحال طلبتو اليوم اوكي ماشي 10 درهم واش دابا هاد الشركه قالو اون اوبورتونيتي قداش شوف شنو كاين يطرا لهم بهاد 10000 درهم غيمشيو غتلقى عندهم علاقه مع لي زاجون هما فرانشيز في المغرب كامل اكبر شركه طلع في المغرب نقول لك اشطاف هاد الشركه ملي غيصنع داك الثمن ديال قل من 10000 درهم هو عنده واحد خونا خدام عنده في الماركتينغ كيشد كثار من ديك 10000 درهم غير يقول لهم هما بسلامه وغيمشي لعندو غيقول له انت ما خدامش انت ما كديرش جاو عندنا واحد الزوج قال لك غير 7000 درهم انت كتشد كثار منها باش اش كيديروا كاع صافي هو سالا صافي رجع الثقافه هذاك ونجح سلام دونك صافي رجعوا لذاك النهار اللي كنا كنصور الفيديو ذاك النهار اول مره كنت كنتفرج في قهوه داخل كنصور الفيديو ديك المحل وداخل لابليكاسيون ديال البوسطه شنو كليفيو معانا طق 10000 درهم 10000 درهم كاينه 10000 درهم كاينه كاش تما في الابليكاسيون ديال الله بعد واحد الشهر تقريبا مروكن 5 فيجرز ماشي 5 فيجرز اول مره ولكن انجاز اخي اول مره من 500 درهم 10000 درهم 500 درهم واخا تدخل دابا شنو ما دخلتي ما عرفتي كتقدر اصلا الى الدموع كيهبطوا غير هكا بوحدهم كيهبطوا غير الدموع غير واقف كتشوف هكا بلا ما قدام ما عارف شنو كاين دابا دخل مليون ديال الدرهم ما تحش ما عرفتيش حس ولا كتجاوب به على بزاف الاسئله دابا انت راه كنتي تعرف ريسكي كذا كتقول ويلي مالي انا مدور الناس باش تصدق ليا كذا وملي كتجيك ديك الفرحه كتجاوب على اسئله العائله وعلى اسئله صحابك لا تيولي تيبان لك الطريق واجي مهم ديش الطريق راك شاده سير اخي كمل لينا 10000 درهم هاي كاينه في الدرهم داز موراها واحد بنضاضر بنضاضر برودوي واحد يوتيوبي واحد كان بي كنشري ب 60 درهم مورا وين كنشري ب 50 درهم مورا وين كنشري ب 40 درهم كثر مره مره كثر الفورنيسور فهمتي لا وكتبدل الفورنيسور مع المده كتعمل لي فورنيسور اخر كاين في الدوره تما يبان بثمن اقل
دونك اوتوماتيكمون ملي كان يعاودو داز واحد شهر ونص تقريبا شهر ونص في الطوطي من 500 درهم مورا حتى شهر ونص يعني ديك 500 درهم ولات 45000 درهم اللهم بارك شحال تجي البيريود شهر ونص طوب علاش يولي قصار حتى المسافه لواحد ثلاث سنين ولا عامين ولا عام ولا شهر ونص جي قصار ونص شهر هذا انفستيسمون مزيان شهر ونص ولات 45000 درهم صافي تما يعني بغينا نزيدو نطور الوقت ما ديالنا اوكي شنو نديرو نفتحو واحد اللوكال يعني محل نديرو البيرو نزيدو معنا شريك ثالث نجيبو معنا بنت يعني لا تكون لا تكلف لا كونفيرماسيون ديال لي كوموند مزيان نبداو الاي كوميرس المغربي دابا تما تنقلبو علاش بدا زدنا واحد البرودوي الثاني ديال واحد السويع ديال لي كوب كنا كنبيعوهم ديك الساعات بعنا فيهم حتى هما صراحه باش ما نبقاش نهز الوالد الموتور اي شرينا موتور شرينا موتور ديك الساعات فد 45 درهم كان الوالد المساند الرسمي الموتور دوي مزيان تحيه للوالد كتخلصوا المازون تحيه للوالد زي النهار لا بدا صافي انا ندخل معكم شي اللي كتشي هو ود عندك الدعم هو سبونسر ديال الساعه فورزا ديالك تسرع عليك الواجب ولا طلع ولا كيمشي في باس طق 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 ولا عادي مزيان باش زعما ما تبقاش هو الدري لا هكذا هذا واش نبقى تلقى شي صاحبك عنده شي موطور ويد ديالك البارحه اقبل توفيق قال لك نسيتو هي اللي عاوناتو ولكن انتم كتقرر في تعاوتاني من الاسره ديالك بيان سور غادي خصكم تم اونجاجي راك عارفها فهمتي اول حاجه شنو ندير بحال هكا كتجيب شي دين جديد فهمتي يعني لا انت شي بدا بجديد وجيب الطاح حالة انت راك كافر ديك الساعة انت باغي توظف ناري انت راه خرجتي له خرجتي للطريق اخي صافي 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 المتطرف هو اللي يخرج على راسه ولكن الحمد لله بلا كسرة زعما ماشي كاع الطرقان اللي تعرفوا الناس راه ولا شي خير يعني هذا الشيء راه عادي ان الواحد يطيح فيه في الطريق صافي مورا شحال داك اللوكار بدينا الخدمه جبنا السكري جبنا الكول سنتر موراها بقينا عطينا التفليه والناس يعني ما خدمناش صافي وصلتو وليتو باترونات وليتو باترون باترون درنا بيرو درنا بيرو درنا كرسي تمايا في المحل صافي الباترون بيرو دونك صافي راه ما تمشي كاين ضربنا الشده ضربنا كاين المحل فيه صدى انا كان عندي البيرو هو الفوقاني دونك انا هو الباترون هذا اللي كندير دكاري الباترون الكبير صافي دازت مورا بقينا هكاك مع العلم ان طلعنا كنا طلعنا لكازا عند زكريا وبقينا كندورو تما في السواق في كازا في درب عمر في السواق في كراج الله اختارينا واحد الكارطونه شي 15 برودوي ولا 16 برودوي اختاريناهم هذوك لي برودوي اللي خدامين لحد الساعه الناس كيخدموا فيهم هبطناهم الفاس كوم كو غادي نديرو مونتاج فيديو وغادي نتيستيوهم اليوم هذا ما خدمناهمش علاش راه خاصك تقول لينا علاش الناس خصهم يعرفوا علاش ولاو باتروناج اصاحبي ولاو كيمزيان انا كتحسب راسك انك بيتي باترون صافي كيدخل لك واحد الغرور فهمتي واخا انت راه عندك ما عندك حتى وزام عندك حتى شي حاجه وانما شارون ستير داكشي انت مازال دماغك ما بقاتش شي بورتي داكشي جا واحد الزربه فهمتي دونك لي كارطون كنت فقد من هاد تابط من الفاس كنت كارطون هاد البلاك يخدم لا 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 ما يسمحش هذا ديال القدام هذا يخدم لا صاحبي راه ما يخدمش هذا ديال الشعر لا 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 كان كيدخل فيها بزاف الطراف حتى هو الشريك ديالك الثاني ثلاثه بينا فهمتي هذه ردها الاوبستاك الاول ديال 10 مليون باش نبدا اي كوميرس يعني اخي ما درتو حتى شي اكسيون ما صورتوش لهم الفيديو حتى حاجه ما صورنا الحكم الاول مونطينا كارطونه حطيناها في واحد الدخيله في المحل لتحت بقات مسدوده هكا لو تيبقى عندك داك تيبقى عندك الريفيرونس هو البرودوي الاول دابا داك البرودوي ديال داك الاول بقينا شادين فيه هذاك حتى هذاك البرودوي الاول تتولي ملي كتجيب شي برودوي اخر كدير ليه التعيير بنفس الريفلكس ديال لا لا والله انا بلي اخي رضا الدراري ولاو دي باترون دي باترون صافي ما ما سيكسي كتولي تحس براسك بحال هذا غير راي شخصي زعما راه ما تنقولش هو اللي كاين كنقول حتى في السيكسي الاغلبيه ديال الناس تيقول لك انا وليت كنقلع الطايره برودوي هذا تنعاوريه ليا نقول لك هذاك كنشمو هذوك البرودويات قدامي انا ما حسيتش حتى واحد فيهم
تيولي كيولي كيفكر كونسوماتور وي وي وحتى الريزيستانس ديال التغيير دابا ملي تيكون عندك شي برودوي خدام تتقول انا غنبقى نص 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 في هذا البرودوي هذا تنصاتيوري ترى راه صاحبي راه قال لك ما صوروا لا فيديو لا والو اي الريزيستانس ما حاولناش لا لا ما حاولوش ما صار ما اصلا ديك البرودوي كانوا مختلفين عن اللي كنا خدامين في الاول اللي هو الاكسسوار دونك ما تقبل الضمانه ما تقبلش يخدم شي برودوي اخر ابار نيش الاكسسوار اه فوالا دونك ماشي كامل كتقول انت خدام خدمنا على دو برودوي هما الاول خدمنا عليهم الدادر وخدمنا على لي مونتر ديال لي كوبل فهمتي كي سالا كي سالا تخيل القصه هذه ديال داز 3 مو اكزاكت 3 مو اكزاكت درنا فايت مزيانه والله الا مزيان والله الا مبروك الدرع عرفتي علاش غتنوض تخدم عرفتي خايب داك النجاح الاول احسن حاجه وقعت هي هذيك وحق الرب احسن حاجه هي تطلع وترجع ترجع عاوتاني 3 مو اكزاكت غير باش حيت الدراري اللي كيتصنتوا لينا كنحاولوا نعطيهم شي افكار داكشي علاش كنبقاو ندخلوا الوسط الفكره كنا قلناها حتى ديك المره سيمو ما تنساش اشنا هي خدمتك الاصليه انت فاش كدير الاي كوميرس خدمتك هي واحد البروسيس ديال البيع والتوصال والجيستيون دي سي او دي ودير كومباني ديال لاكوم ماشي خدمتك هي البرودو البرودو انت ما كتصنعوش ما كتصايبوش دونك انت ما مرتبط حتى شي برودو ما عندك حتى شي علاقه ديال ان بحال السي محمد اللي شفنا داك النهار عنده علاقه مع الخضره ومبلوكي في الخضره نسى انه هو راه ماركتير وكيدير الاي كوميرس وخدمته الاصليه هي الماركتين قول بيع وي ماشي البرودوي البرودوي كما قلت لك داك النهار في قرعه سيدي سيدي داك الشيء خاوي غاتجي تبيع على اساس صناديق الفلوس انت ماركتير تير بها تقفى وتقول لهم صناديق الفلوس دونك الناس اللي كيتلاح لواحد لاكتيفيتي اي كوميرس ولا تلاح دروب شيبين ولا تلاح في سي او دي ولا دروب شيبين ولا الان اف تي ولا شنو ما بغى يتلاح ليه انسى البرودوي على اساس انه هو لاكتيفيتي برينسيبال بحال غير يبقى لك في عقلك غيبقى عندك بلوكاج منين سميتها لاكسيسوار صافي ولينا سبيسياليست انا خايك انا نكمل فيها عما قريب غادي نبيبلي واحد الفيديو الخدمه ديال الاي كوميرس الا بغيتي تنجح هي هاد اللعيبه تخصص راه انت شنو كدير كتلقى برودوي وكتيستي وكتسكيلي وتتعاود تقلب على برودوي اخر وكتيستي وكتسكيلي ولا لقيتي راسك تخرج على هذا الشيء تمشي دير شي ابداعات اخرين عرف راسك راه غير غادي كتضيع وقت شوف اللي كيحاول يفهم الالغوريثم ما كيدير والو سير اخي داز 3 شهور درنا فايت قسمنا التركه قسمنا داك الشيء اللي كان قسمنا داك البيرويات قسمنا داك الكراسة لي زيشونتي اللي كانوا تما ديال السلعه اللي شريتو ما تيستيناش اليومين هذا قسمنا صافي واحد السيمانه مورا هذا الروبو كتشوف راسك كتفكر شنو نديرو وين قلت انا زكريا قير قمه فاز صافي صافي تما اجي نشوفو علاش درنا فايت مزيان اخي مزيان واحد كتبغي تراجع مع راسك تدير مع راسك اوكي اجي نشوف واش درنا فايت كنا كنفكروا تسولتو سؤال ديالي قلت له اش فين غدنا فايض كنا جالسين شي يمشي مده طويله كنهضروا معايا قلت له عرفتي اخي الزاكي اش درنا فايض اولا شنو الفرق ما بين اننا كي كانت عندنا 100 مليون كاش وبدينا هذا البروجي هذا ما بين اننا عندنا 100 مليون حتى 45000 درهم ما بين شنو هو الفرق بيناتهم باش اننا نديروا فايض ما نديروش فايض كاين فرق واحد عندنا 45000 درهم درنا فايض في 3 شهور 100 مليون نديروا فايض فعلا يعني فايت لحقاش المشكل ما كانش في الفلوس المشكل كان في العقليه ديالنا في المايند سيت ديالنا كيفاش حنا كنقدروا نجاريو داك الشيء داك البيزنس كيفاش حنا غادي نقدروا نجاريو واي هنا فين كان المشكل ماشي في الكابيتال ماشي في السلعه ماشي في البرودوي ماشي في البروسيس ماشي في حتى شي حاجه مزيان اخي ياسر انا غتعرف على شي سكيل اخر خاصك تعلم تجارب لا وثاني نقول المشكل ديال المايند سيت ديال الدراري المايند سيت طريقه التفكير ديالك راه هي اللي خارجه عليك اللي غتخرج عليك ولا دير لك اوبستاكل اولا دير لك القدام وي صافي دونك صافي موراها ولينا فين بدينا فين ا زيرو ماشي شي 5000 درهم كنا ديك الساعه بقات لنا في جيبنا شي 5000 درهم هكاك بقات لنا كاش لينا بدينا فيها ديك الساعه بحال صافي بدينا فهموا شويه بالدومين اختارينا واحد اللي نخدمنا فيهم اول بروبليم بدينا فيه هو لي ريسيبتور ريسيبتور نيميريك ريسيبتور نيميريك بدينا فيه ديك الساعه كنا كنبيعوا بشي 700 درهم
كي درتو هاد الدراري شديتو الريسيبتور شريتو صورتو ليه الفيديو شرينا ريسيبتور طحت علينا في كاف نصورو فيديو علاش لحقاش لقينا واحد الفيديو مصور ديجا حاولنا المونطيوه خدم دونك داك الريسيبتور ريفيرونس خصنا نخدمو على ريسيبتور واحد اخر بريفيرونس واحد اخر هذاك عاوتاني فيه ربح كثر دونك غادي نمشيو نصوبو الفيديو ما لقيناش الفيديو ديالو صافي كنصوبو الفيديو ديالو بغيت الدراري يسمعوا الشباب زعما كي كتصوروا الفيديو ولا تخايلوا راه كديروا فيديو ديال هوليوود داكشي ديال داكشي اللي اشهارات ديال الامريكان ديال شي برودوي شدينا هذيك اربعه ديال الوراق بويط اطروا شرينا هذوك هما الباك جراوند هذوك هما الباك جراوند شريتو من المكتبه حطيناهم في الطبله جبنا بورتابل واحد شاد البورتابل كيصور انا يعني الريسيبتور محطوط فوق الطبله كنبريزونتيه يعني هكا يعني بالصوت ديالي بكلشي كاتب واحد السكريبت تنقرا كنسكريبت تنحل البرودوي وكنبريزونتيه وفي نفس الوقت كان واحد لقينا واحد الفيديو في اليوتيوب ديال كيفاش تكونيكتي مع التلفازه يوتيوب كملتو بهذاك شنو درنا حنايا قلنا باش انك باش ديك الساعه فين دخلنا انا كاينه اول حاجه ديك كاينه ستور ما بقاش نخدم في لاباج دينا ستور شوبيفاي دينا ستور شوبيفاي صافي دينا خدمه ديك الساعه اوكي باش تكمل الفيديو ندخل للستور شوف الكمان هذا الفيديو كتبداو تبريزونتي لهم تقول ليه فهمتي مورا كيدخل للستور باش كيتي على خاش كتقول ليه الشباب هذا واحد ريسيبتور نيميريك طق طق ريسيبتور نيميريك كيفتح لك القنوات الفضائيه باش كيفتحهم عندك واحد العام عندك هذيك الكادي فهمتي كمل دخل للسيت باش تشوف كيفاش كيتبرونشي مع الاخر وإلا باغي شي ديتاي واحد اخرين دخل للسيت هو كيدخل للسيت يلقى لنا راه نتوما بغيتو تبيعوا لي كتبيعوا لي السيت كتلقى اول حاجه كتلقى فيديو ديالو في السيت لي زارتيكل التصاور الثمن كيشري بلان كنا كنشريو بشي 300 درهم كان 700 درهم ديك الساعه كنا لاعبين كنحاولوا نلعبوا لا لاماش مزيان كنا كنلعبوا لا كونتي ديك لا لاماش ديك الساعه قول لي يا اخي وهاد الريسيبتور هذا منين كنتو كتجيبوه ولا ما بغيتيش شي شو انا ما بغيتيش تجاوبو ما تجاوبوش لا انت حنا انا المهم تينين نسول ولكن ماشي اجباري نجاوب هاد الريسيبتور كنا كنشريوه من واحد المحل في نوح قصري على شي مفاس في الالكترونيك يوتيوب واحد المحل كيبيع الجمال الالكترونيك يوتيوب كنمشيو لعندو كنهضر معاه اول حاجه بعدا في الشريان ديال السلعه دابا حنا اوكي عندك واحد البيجي ولكن داك البيجي ما بقاش تسكيبي دونك خاصك تعلم واحد الحاجه اخرى خاصك تشتر مع الفورنيسور بحال الشكل ديال الدروب شيبين زعما تكون لها بيع البرودوي ديالك واش ممكن بحال هكا تهضر مع الفورنيسور تقول له بلي هاد البرودوي غادي نبيعه ولا حتى ما يجيوني دي كوموند فيه واش الا جاوني دي كوموند فيه كثر واش ممكن مثلا تعطيني السلعه على من ليفري خلصك حتى من بعد ايوا خلصت ليفري واش كنتو الدراري كديرو معاهم كتخليو لهم لاكارت ناسيونال ولا شيك ولا حتى شي حاجه فاش بنا التيشيرت ولكن الدراري ماشي الاول اوبيراسيون يوتيوب ماشي الاول شحال من اوبيراسيون درتو معاه شحال من نيميريك مشو حنا شحال تقريبا ماشي بالضبط شحال من نيميريك تقريبا بعتو عدد السيد ولا كيتيق يعطيكم السلعه اش نقول لك ممكن تقول واحد السيمانه حتى لجوج راه فيها تيق تيق فيك اكثر من 10 ديال زوبيراسيون 20 اكثر من 10 ديال ريسيبتور يوميا كتجي جوج ثلاثه اربعه خمسه مثلا بحال هكا غير هذا يوميا غير هذا كتجي تاخذ 10 تقول ما كاينش فلوس لا ويتش راه ما كاينش فلوس صافي تبقى 1000 ريال وتبقى 100 درهم بعدا شي شي اكزاكتو حاجه وحده اخرى يعني باش الواحد يعني عنده راه عنده وجه واحد اللي خاص قديمه فيه مزيان لحقاش واحد المره كان بيع واحد برودوي واحد اخر ومشينا لواحد فورنيس واحد فورنيس ديال البرودوي تاعو غالي وكانوا فريمون عندنا فيه لي كوموند واحد الايطاب ديال البيسي وكنهضروا معاه وحنا باغيين نشريو شي 50 شي 50 ايطاب وهي كدير شي 160 درهم وما عندناش داك البيرجي كامل وشنو درتو غير بارازار داك الفورنيسور اللي كنت كنتقداو مع عنده الكترونيك لقيناه جالس واقف معاه هضرنا معاه تبقى بيات واحد الديكاجي ديال شي 3000 درهم تقريبا تبقانا ناقصانا قلنا له راه ما عندناش واش عطينا السلعه ولا لا الاخر اول اوبيراسيون نديروها معاه يعني اول اوبيراسيون يمكن شي تيق فيك اول مره يمكن شي تيق فيك تدخل هذاك بارازار كاين داك خونا تمايا قال له شتي هادو قال له عطيهم شحال بغيتي السلعه فلوسك بالمور على ضمانتك مش تا خايس على ضمانتك يعطيهم السوق راه جيت تقول لي تقول راه لكن شي زوين راه غادي تقلب في السوق الا كنتي خايب راه دائما تبني الثقه مع الناس كلهم هنا لاباشي سيان واخا يو بابيتك الدواخي يو راه كنتسناك الدو الله يحفظك هاد لاباشي دابا يلاه يمر الفطور يلاه وقع شي دابا يمر الفطور تيتصل بيا واحد السيد زوج ديال واحد الاستاذه قراتني الفرنسي في الليسي
قلت لي راني شفتك في واحد الفيديو كذا وانا والزوج ديالي بغينا نبداو لي كوميرس. قلت لي مرحبا. قلت لي واش ديجا عندكم شي درايه بلي كوميرس كتعرفوا تقادوا الاد ستور كذا؟ قلت لي لا ما عارفين حتى حاجه زير. قلت لي شنو كتسناو زعما؟ راه الانفو موجوده في يوتيوب. قلت لي راه عندنا المشكل الفورنيسور. قلت لي شنو المشكل زعما ديال البرودوي؟ قلت لي لا راه بغينا نمشيو نجيبو ندخلو السلعه من الشينوا وقالوا لنا بلي الكونتينر راه 20000 دولار. قلت لي شنو باش شي راه حنا جايين هادشي ولكن لا شنو اش وصلوا من هادشي غير الكازا عطا الله السلعه سي انا دابا الدراري مشاو الدراري فاس الدراري كاع او برودوي حطوا واحد لي زوبستاكل. انا اخي كنت كنتسناك تدو على واحد اللعيبه ديال الخيرات. الثقه مهمه في البيزنس. الثقه اصلا البيزنس هو الثقه. حنا اخي شحال من جيل تيجي شي واحد تيقول لك الدراري انا غادي انفيستي معكم في يوكان. حنا كلشي نديرو ليه الباك جراوند تشيك. عندنا واحد الجروب فيه كاع الدراري ديال المغرب والناس اللي ديال البيزنس مان كنبارطاجيو سميتو الشرفه. هذا خونا هذا دا تكال هاد الشركه على 3 مليون درهم. تيقول لك خونا هذا الشيك ديالو راه باقي ما خلصوش ليا. يقول لي بعدا يدوز لي خلصو خونا. تنقول ليه شري فيه اسمح لينا. تيقول لك ولا وانايا لا شري فيه اسمح لينا بلا ما نقول ليه السبب علاش وكذا. وانا صاحبي راني بيزنس ما الشريف الله الا يسمح لينا. فهمتي على اخي الثقه مهمه. وانت هو هذا الاولاني حضر قال لي يطلق الدراري. وتصور اخي يكون كان حاضر ويقول لي يا راد بالك ابو راد الدولي رزق ودي يدولك رزق حتى انت يا رد بال. لا نفس البلان مورا في خدمنا في واحد اللي نيش مختلفين. في خدمنا في واحد النيش ديال لي بيبي وكملنا في النيش ديال الالكترونيك ونفس البروسيس. كنشتر مع الفورنيسور كتقول له انا مشينا لمحل ديال لي بيبي وكاين واحد المحل مشهور فاسي كيبيع لي زارتيكل اللي بيبيع حوايج بوسيت يعني المهم اي ارتيكل لي بيبي كيبيع هواي. هضرنا مع سعيد. السلام عليكم بخير مزيان مرحبا. حنا شنو كنديرو غادي نبداو نبيعو لي زارتيكل ديالك كنصوغو في الانترنت تجينا كوموند نخلصوك وغادي نمشي. قال لك اوكي الله يسخر ولكن راه خصنا نصوروهم لاقاش تصاور ديك الزارتيكل ما كاينش في الانترنت. بوسيت خصك تصورها فهمتي. نفس البلان كتمشي تما كتحاول دير شي زار عنده في المحل باك جراوند شي زار بيض شي حاجه بيضاء كتصور ديك البوسيت. سمع خير هذا والله الا الشباب الا عجبونا وحق وسط المحل ديال لي موين دو بو اللي موجوده. قبل راه قال لك انا في النظاره باش نحطهم فوق ورقه بيضاء. والناس راه كاين شي يشوف فيديو كيسدوا الريدويات وكيقادوا الطوال وتجيبوا البروجيكتورات فوتوغراف بروفيسيونيل وماشي هذاك هو السر. ماشي هو صافي كتصور تما الارتيكل في وسط المحل كتمشي كنمونطيه في الفوتوشوب كنمونطيه كندخلو للستور اوكي طلق لانونس بدا تبيع. الارتيكل الاول الارتيكل الثاني كنا كنبيعو دي بوست يعني كان عند واحد لاكام ديال بوست غاليه يعني كدير شي كتشري من حنا بشي 3000 درهم. حنا كنبيعو بشي 6000 درهم تقريبا. اللهم بارك كتبيع هذيك الساعه اخي هادشي ديال الدراري الصغار فيه. اي جواب الناس تيقول لك لا راه تيتباعو لي برودوي 200 درهم 300 درهم. انت كتهضر 6000 درهم. اصلا اول مره في السوق كنحاول نفكر واحد السيت راه انا خدمت معاهم افيلي في ايامات كنت كنخدم السي بي اي. باباز اند ماماز. قلب الليله ما تشيك واش باباز عند ماماز. المهم باباز عند ماماز الا بقيت عاقل على السميه تيبيع في الامارات وكنا خدامين معاه. راه صاحبي راه البوسيت العيانه دايره واحد 7000 درهم مغربيه افيكتيف. وشحال تيعطينا 30 وابخي نيغوسينا معاه ولا تيعطينا 40%. يعني ياك باباز عند ماماز. والله الا كنت خدمت مع افيليت وباقي دابا يلقاو الدراري في البروغرام ديالو وراه نفس البلان. وديك الساعه تصدمت انا قلت شي انتيست هاد الكامبين هادي علاش نقول ما بقاش يحكم الواحد يقول 6000 لا بزاف. انا قلت ويلا صاحبي البوسات الرخيصه ب 7000 درهم. قلت راه دار الامارات هادي وما تبقاش تدوي بزاف تيستي. مع طلقت الكامبين معلم بان لي بنادم كيشري وفيسبوك تارغيتيت عليه البارون واللي الناس اللي الله تزادوا عندهم وليدات كدير معلم دي بارون كدير بحال هكا الناس ولا لي ماري حتى لي ماري كنت كندير لهم تارجت في فيسبوك يوتيوب ومعلموا لي كوموند بداو تينزلوا. وانا نقول هدا راه البوسيت ب 7000 درهم مينيموم راه هانيه. راه انا كمغربي اللي تنقول مغربي ديك الساعه عايش في الطينوب كنقول غير انا اللي باقي ما ولدت وليدات باقي ما كداش تجيني غاليه. نقدر نهار نولد الوليدات تجي نقول خساره عليها مال. ولكن تخيل معايا حنا فواحد المشكل اخر ديك الساعات هو ان دابا ديك لي بوسيت فيها باك دونك دابا البوسيت اكبر من الطبله هذه. الكارتونه ديالها راه اكبر من هاد الطبله فهمتي. دونك كيفاش حنا نوصلوا الامانه
باش نونباليوها واو واو راه الا عندك انت واحد 3 4 ديال لي زارتيكل راه مشكل وي وي تجيب تريبورتور ولا تجيب هونطا تخلصو باش تحطها انت لتحت باش تليبريها واش امانه ليفرات لك بهذا الحجم هذا ولا ليفرات طوب الحمد لله لا ليفرات امان حتى دخلت تما كيشوفو كيكروك بعد اول حاجه لكن هاني ماشي غيحقدو عليك جيب لهم فهمتي ارتيكل متخلو فهمتي وبان كلشي واقف في الجنه في المفاصل وانت باش تدوز ما عندكش تدوز ولكن ديك الساعه كان مابقاش الوالد ديالي بالموت حيت درنا حنا الموت ولا شي والد ديالو تتعطيه في الطنوب الوالده ديالك تستنى مره اخرى ثاني دخلت في السيستم تنتسنى هاد الحدا هادي لا تنقول والد يصطوب بيش الوالد الوالد الطنوبيل الوالده بدينا نهزو هاديك الساعات مورها بواحد شويه راه الوالده خاصك تبعد لها بالطنوبيل تتهز لها كارطونه مغبره في الطنوبيل الكوفرات توسخ لها الطنوبيل تكراك سيرتو العيال تيحافظوا على الحديد بزاف دونك صافي من هنا كنشكر الوالده بعدا تحيه للوالده مورها غير بارازار عاوتاني واحد خالتي الطومبي اونسانت عندها طنوبيل عندها واحد سوزوكي التو ما تبقاش تقد تسوق قلت لها كري لي الطوموبيل اش مكري لي حنا قاعدين نخلصوا الشكرا حنايا عطيني الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين عطاتنا الطوموبيل 6 شهور اللهم بارك 6 شهور صبيبي الطوموبيل عندنا كنت كنفكر بها عرفتي عندنا واحد التصويره انا وزكريا واحد الطوموبيل انا جالس كنسوق ولاصق الفولون وري اخي جيبها لك هنا دابا جبتي تنصيفطها لك ونبارطاجيها لا لا صافي صافي قلت لها لك هنا دابا ما كايناش عرفتي ديك الساعات انا لاصق في الفولون وهو زكريا اللور ولاصق في الزاج لاقاش الكوسانات كلشي عامر كلشي عامر كيبان لي واحد الراس ديالو اللي كيبان وانا مصوره كثير عرفتي الطوموبيل ما سلوكات اصلا صغيره فريمون دبوزه غاد صافي المهم كان خدام داك النيجي اللي بيبي الكترونيك داك العام تقريبا كانت خدامين فيه داز صافي راس العام داك النيش هذا كاين قدينا الحمد لله في تخصص الشركه ديالنا فاس درنا بيرو يعني مزيان المهم جمعنا واحد الكابيتال يعني داك الجهه ديال شي 12 تقريبا هكاك جمعناها صافي فتحنا شركه في فاس درنا بيرو يعني اوتوماتيك مصاوبه تاع ثمانيه دوز شويه بروفيسيونيل طوب خاين زي يعني. على نقطه الجذب حيت هذاك البيرو قبل من بعد كنا هضرنا عليه في القهوه باش نفتحوا البيرو واحد النهار بغيت نفتحوا البيرو مزيان لا رسمنا له واحد طراج اصلا كنا ديما متزكوا في القانون زكريا قاتلوا واحد الجمل وتخايل معايا اخي الزاك صافي كنقول وتخايل معايا اخي الزاك كلشي كيبدا هنا كلشي مزيان اخي تخايل الحاجه كنا في اللوبه هذا قبال في اللوب في داك الدبار ديالنا تقول دابا تخايل معايا شنو الدراري شتكم نتوما تنقول له دابا تخايل معايا نمشيو كلشي ديك في الطايره ديك تبعك الكلمه ديال الجريده طويله في عطكم الشيخ قال لي قلتي راه السيمو والغيساني عندهم كل نهار تخايل معايا احنا لان فريمون كاين شي سير كاين شي سيكري في الخدمه دابا هادشي اللي كيصاوب واضح هادشي اللي كيصاوب ديال السكويله ديال انك تدخل راه خص شي واحد لابد يقريك تنجح بوحدك ما يمكنش وخاصو يكون قدام ماشي قدام في اليوتيوب ولا شي حاجه هاد الفكره كتعطيك في الديبا داكشي اش قلت لي فيرمون قلت لك واحد النهار كتقول لي فنتلاقى في سيمولاك اخي طبيعي شوف حتى انا وحق ربي الا كانت عندي هاد العقليه هادي كانوا شي مراكنه تنحلم نتلاقى بهم فهمتي تلاقيت بهم من بعد ولكن ما شوف هذاك الشيء اللي عطاوني اونلاين حسن من داك الشيء اللي عطاوني ملي تلاقيت واش تيقول لك ماشي بحال الا كنحل البيسي وتيشرح لك في يوتيوب وتعلمتي سي ميو من انك تلاقى به لا ماشي شاد لاباجي اسمحني ماشي شاد لاباجي سيمو دابا انت الباك جراوند ديالك راه كتعرف الناس كيبقاو عاطي على الهضره داك خونا ما نفعنا بوالو انا بعدا من الناس اللي كنت متبعينك في الاول كسيمو لايف ما اخبار ما عمري تفرجت لك شي دوره لا سي بي اي لا اي كوميرس ما عمري تفرجت شي دوره ديالك واخا فابو اشنو اللي فادني وخلاني ننتقل من زاويه ودي عام الحمد لله دات فلوس ودات
هو ديك الهضره اللي كنتي كتقول والمايند سيت بقيت متبع هذيك المايند سيت والمايند سيت والمايند كنسمع ديك الهضره هي اللي خلقت الفرق. اما باش نتفرج في الدوره ولا نطبق هذه غير هضره للناس اللي تيقول لكم عاد خونا عاد انا لا هضره هضره شنو لا دابا شوف دابا سالينا اخي بالنمبرز دابا راه كنت تبع صافي كتحط لي الارقام دابا تقول لي شوف الصاد شحال من واحد عاوننا في وكان لي شي فرق دا تاخر اللورا معلم هاد الهضره ديما بقاتش مسوقره جا هاد المطلقه مع السيمو اصلا في الكريسماس الاخر هذاك بابا نويل اكبر امنيه وصلاتو هي المطلقه مع السيمو لايك بزاف الناس باغيين يتلاقاو مع السيمو الله يستر اخي الله يكبر بك فريضه اشوف اخي والله مكره نتلاقاو مع كل شهر اكثر حاجه هي بغيت نتلاقى بك اخويا السيمو لايف وبغيت ندير معاك قهوه اخي السيمو لايف انا راه مكرهتش اخي نتقهوى مع كل شيء والله ولكن ما يمكنش راه مبوسي تبقى تضرب النار كامل شحال تضرب في النار 8 القهاوي كل واحد ساعه الله حيتي 8 الناس داكشي علاش داكشي علاش كيزيدك راسك حيت هذوك الناس ماشي كتقول لهم انا ما عنديش كي ندير نتلاقى معاكم داكشي علاش عقلك كيلقى دي سوليسيون لهذا الاشكال هذا بحال هاد لي لايف اللي كنديروا دابا يوتيوب احنا دابا بحال مريحين في قهوه الدارات تصيفطوا لي صاحبي تيقول لك راه انا خي السيمو ما كنتفرجش في اللايف ناس كنوض كنجلس في كرسي باش نحس براسي بحال اللي جالس معاكم وتنحط طبيله وقهوه باش نعيش معاكم الاجواء فين خلينا اخي فين بقينا بقينا في التخايل تخايل معايا نفس البلان ديال تخايل معايا نكونوا ليه نفس البلان تخايل معايا واحد الوقيته واش حنا نقدروا نديروا بيرو بلاطو يعني ماشي دابا بيرو دار ولا ما حاجه شي حاجه خلنا قلبنا في بلاطو بقينا تنشوفوا واش قادين حنا على هذا الشيء واش بلاطو خصو يفتحوا حنايا وخصوصيتي ونسيباريو حتى حنايا البلاطو ديالنا ونديروا نخدموهم ونخدموا واش حنا واحد الوقيته نقدروا نديروها يوتيوب داك الشيء عمل ديك الهضره هذيك ايفيكتيفمون فتحنا بلاطو في بيرو فاس حنا سوسيتي الحمد لله يعني صافي منها الله يسمح لنا موالي القهاوي صراحه ما شاء الله يسمح لكم عاد يا اخي عندك كتحصل عليها ماشي كتستعمل غير جلسه بياسي جلسه وجميع الكوليات تما كتقوم بالي تلعب في القهوه الله اخي لا بالرجوله لا شكر صحاب القهوه واخا تقول سميه القهوه لا وسير كيفاش يتعامل كانت عندنا في واد فاس ما كنكنس بزاف لا مارش داف مزيان في الفيلاج تحيه اخي صحاب القهوه اللي ترشدوا هذه اللعبه عندها علاقه بعين الشقر لا ما عندهاش حيت يونس كان كيدوز اكثر الوقت ديالو في قهوه عندها دوز عندو النهار كامل تيكونسومي كونسوماسيون واحده لدرجه ان داك مول القهوه ولا داير داك القهوه غير لي ديفلوبور تيجيب لهم مكتوبه ولا تيجيب لهم كيقريهم لا قال لك لان العقليه بانت له العقليه ديال ديفلوبور ناس نقيين زويونين تيجيو يوميا ماشي غيبوش كون غير انت مزيان سير اخي زور بالعكس سير نتوما سير سير اخي زكريا على هاد النقطه هادي هضرتي عليها واحد مول القهوه ماشي مول القهوه المهم هو خدام مسكين تما بارمان وبقى اليوم غدا تنمشي عندو عنده واحد الكوان واعر في الفوق جات واحد الفوقي بزاج هكا كنطلع على الشارع على واد فاس اليوم غدا اليوم غدا جبنا واحد البنت بدات تكونفيرمي لنا تما خدمين على بنت كونفيرماسيون في القهوه وحنا خدامين في هذه الحياه لونتربرونور نفس الطريقه تجيو في الصباح البيسيات جوج ديال الكونسوماسيون في النهار ضروري باش ما يهضرش معانا تعال نبقاو موقرينا وسير بغيتي تتعامل معنا مزيان يوم غدا يوم غدا دازت واحد المده حنايا غادي نقرروا اننا نديروا البيرو تنفكروا في واحد الدار بعدا قبل البيرو صافي النهار باش غادي نمشيو غادي نقادوا الامور مع السيده كريمه ما عندها كيجي هو كيقول لي ها السويرتات بغيت كذاك الفوقاني ما يبقى يطلع على حتى شي واحد هي نتوما بجوجكم سدوا عليكم الباب خدموا النهار كله انا عجبتوني صافي خلي تسطوك تسطوك حطوه تمنا ماشي مشكل اخر ماشي مشكل يعني يكون غير انت مزيان بيان سي واحد الترجم خويا لي فلونيس شي كليه الجمعه اللي قالوا مسترجم مزيان الله يرحم هذه كاع لي لايف اللي دوزنا حتى اليوم والله الا ما كاينش شي واحد جلس داك الكرسي اللي جالس فيه وما قالش سخر لي الله شي واحد مفترق طور اشوف والله يكون غادي كلشي كيحضر خاصني انت تمشي لا تيقول لك واخا خاصك تحضر خونا عاد انا نزيد زيد انت يحضر خونا لا شي احمر الكار عاد ديماري الكار في الطريق راه يزيد وراه غتقدر توصل انت عامر احسن من داك اللي كان كيتسنى الكار يديماري وبيتيت هذاك راه ما غيديماريش الكار حيت ما عمر ليش بزاف ديال لي زيستوار اخا هذه هضرات هي تقول لها تصحاب الطاكسيات تقول لك دا نطرات لي مؤخر كثير هنا في عكدال
قلت له وزاره المغاربه المقيمين بالخارج ويقول لي لا خويا ما كنمشيش لتما. قلت له الشريف راه انا اللي كنقول فين كتمشي ماشي انت. ويتنكره راه حرف هاد البلاد هاد جواب شي عبد دسنو. وقال لي سمح لي يا الشريف جا حطني مديت له شي بركه. وقال لي بزاف اخويا. قلت له احمد الله صافي ما تبقاش حتى البنادم ما كنمشيش لتما. وقال لي لا خويا راك عارف انا بقيت تزيدو تفراني زيد تفراني كتقطعو الطوموبيله. قلت له وقت لا صاحبي شنو كدير خدمتك نتايا قولها لبنادم قول له اخويا ما كنمشيش لتما ولكن انت نتيك دوي معايا زوين يطلع فيك ولكن ماشي هاد لا اخويا نزل ما كنمشيش لتما. ولك واه يسمح لنا الشريف والله الا اخويا لا تجي هاكا علمونا الخدمه. هذاك هذا ما وجدنا عليه اجدادنا اباء نجوم رمضان. لا 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 غادي غادي شوف يونس غادي ناضي سير اخي صافي ملي حليتو الشركه دينا الشركه فتحنا البيرو دينا خدمه تما انت جو واحد الاتجاه اخر ثاني ما عرفتش نفس الغلط المحل الاول. لا لا ما حبسناش لا ما عسناش ديك الساعه ما كاين الخدمه 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 شوف كتجي فترات ما كتخدمش وانما يعني كتحاول تخدم اغلبيه الوقت وشوف كي تراك صافي كتزاوب كنقسم لها ليشارج ديال الكور وحطينا وحدانا باش نبقاو نشوفو ملي عينينا الشهر علاش ما تيخرج لنا هادي خاصها تكون عندنا. يعني الشهر اللي باقي هو خصنا نجيبو الربح ديالنا خصنا نجيبو الخدمه ديالنا يعني نزيدو لقدام نطورو البيزنس ديالنا يوتيوب هادي هي اول حاجه بدينا بها شحال تقدرنا دونك اخي ما بقاش النعاس دابا ولا الخدمه لا صافي واش دابا تحبيرو عندك شركه وتتنعس درتوها اخي ولكن تعلمتو منها مزيان واحد يغلط تيقول انا مزيان واحد يغلط باش نعس ديك الساعه صافي ايفيكتيفمون كتفيق الصباح بكري كتبدا الخدمه تما تجي واحد ندير شي اخر ديك الساعه نمشي نخدم الكوزميتيك مزيان جات في الكوزميتيك بديناهم فريمون لقينا باللي الكوزميتيك فيها الفلوس مزيان ديك الساعه خدمنا فيه شي 8 شهور وشنو اخي اللي خلات تسالي بعد 8 شهور 8 شهور شي تقريبا ديك لافان ديال العام كانت الانتخابات ديال امريكا كانت سدان لي كونط ديال فيسبوك لي بيز ماناجر وسيرتو حنا عندنا كوزميتيك دونك ما حبوناش اخي هادشي اللي كنقول للدراري اكثر من 40 بيز ماناجر تسدنا سير بلاص طق 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 عندنا الخدامه عندنا لي شارج عندنا كلشي 3 موا تقريبا كامل وحنا جالسين ما كنديروش شي فرض افير ديال الشهر ما وصلش كاع لي شارج ديال ما كيوصلش هي كتخسر حتى كتكري كونت اللي كصافي طابطو ملي بان لكم الفلوس في الكوزميتيك ما بقيتوش باغيين انت اصلا باغي تقول كيفاش نلقى شي سوليسيون باش ترجع للكوزميتيك هادشي اللي صعيب باش تتقبل ان راه كاين دومين واحد اخر ابار الكوزميتيك حيت ديك الفلوس الكوزميتيك تيهم عجبوها فهمتي حتى نقول نشوف الكوزميتيك فيه الفلوس ولكن حاليا مع فيسبوك والشركه الات غادي تسدك لك بعد يتوب عليك تقول لك لا راه جربت وعرفتي راه واحد اليومين وراه ضربت فلوس وتسد لي الكونط تقول له صافي صاحبي فوت تقول لك لا لا كيفاش تقول لي شوف راه المعادله كتعطيك تسد الكونط بدل تقول لك شنو هو الحل تنقول لي شوف اخي لي زانفلونسور خدم معاهم كاين عندنا واحد الانفلونسور الله اشني غانفلونسور هو ما خليها مدرجه الانفلونسور انفلونسر بنت انفلونسيز ويلي 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 انفلونسر با 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 كاين واحد الانفلونسور اخي كتبيع كتبيع تبارك الله كتبيع فريمون كتبيع وما تدير لا حد لا والو ما عمرها خسرات درهم واحد في الارض راك عارفه هير ستوريات يو بنات تاتا وكاين اخي غيساني كاين اخي غيساني الصاط اللي تيجي عندنا حتى هو مول واحد تيبيع واحد الزيت ديال لوجه خونا خدام تيدير دي بون شيف غادي يكون دار شي 250 بركه من نهار بدا غير حتى هو يو غايز الزيت هادي تري بوغوس فوجو فهمتي تيقول لهم راه الزيت هي سميتو اي دونت نو اخي ما عرفتش واش الزيت ولا ماشي الزيت وانما خونا كيبيع الله يكمل ليه بخير اي جي عندنا وبالعكس بين لنا فيه واحد البوتونسيال كبير دابا عاوتاني هاد الدري هذا مكثرش ما دوينا معاه انا تنقول لها لي زوبورتونيتي قال لك الدراري انا راه قاعد لي زانفلونسور صحابي راه بغيت نخدم معاهم وباغي ندير كل واحد براند انت شوف عاوتاني قال لك عاوتاني راه ما عنديش لي زانفلونسور ديال المغرب راه صحابي حتى لي زانفلونسور ديال مصر وباغي ندير واحد البلاتفورم نحط فيها كاع لي برودوي بداو يضربوا كاملين تمايا ونبدا نعطيهم لي كوميسيون قلت له مزيان اخي كمل لا حتى ندير شي حاجه نديرها بعد لا لا غادي خونا تيشيفري شنو تنخاف من داك خونا اللي تيقول لك ناوي وما داير والو هذاك ما تنعمرش معاه
أخونا تيقول لك ناوي ناوي تنشوفو قدامي غير فيو كان ضرب واحد 250 بركة بلا واتساب بلا فيسبوك بلا اللي باع في انستغرام صافي تبارك الله داك هو المهم. كملينا اخي 3 شهور وانتم كتخلصوا غير لي شارج 3 شهور حنا عليه شارج يعني صافي يعني مكناش قادين نزيد صافي مورا صافي كتقلل صافي تقبلتي ان الكوزميتيك يعني كرواح حمراء الى يومنا دابا ما تنخدموش فيه 100% كوزميتيك من بعدين منه واحد الدوزه كاليه كي مثلا مره مرات كتقلب على البرودوي تيوري شي برودوي كوزميتيك تقول ماشي لا 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 كوزميتيك تقريبا على الكوزميتيك تقول له شوف هذا فيه الريسك غيتسد الكونت اخي تسد الكونت تسد البيزنس فريمون الحمد لله ملي بدينا نخدم بهذه الطريقه هذه يعني كتحاول البوليسي في فيسبوك تبقى محترمهم كلشي وعدك عندنا بيز ماجر واحد لحد الساعه كتخوت عليه القهوه عندنا بيز ماجر واحد لحد الساعه وغمرت الحمد لله هادشي اللي كنقول للدراري خدامين ليغا انا خيت بوليسي في فيسبوك شدهم حفظهم دار خدم يوتيوب بعد على الكوزميتيك بعد انا تسيت لي بيزنس ماناجر واحد متاجي بسبب كتبت شير هناك اللي تيقلبوا على الربح من الانترنت وما تيقلبوش على الشغل من الانترنت وما يكتبوا لي احنا تنمنعوا اي حاجه كدوا في الربح في الانترنت اباق ست لي البيزنس مان ذات البرايفسي وانا علما ان كننتقد هذوك صافي على خير واحد يقرا هذوك البوليسي البوليسي كاين ويحترم في جوجل يطلعوا لك قرا ايوا من حمله البوليسي ديال الفيسبوك لا غير من داك الشيء هو اللي كيصلح فهمتي حتى التيم ديالك لي ميديا باير اللي عندك شدهم اجي اول حاجه يبدا معاك اجي قرا البوليسي ما نبغيش شي نهار شي اد كوبي ولا شي فيديو ولا شي تصويرات تكون كتلفاش مخاف علاش نصيحه مزيان يسمعوها الناس اللي كيتسنتوا وباغيين يخدموا في الاي كوميرس انه اي بلاتفورم غتخدم فيها قرا البوليسي قرا البوليسي شوف راه تقريبا لي بلاتفورم الادز كلشي نفس البرايفسي بوليسي اللي ممنوعه هنا الكوزميتيك ممنوع في فيسبوك غتبقى ممنوع في سناب ديك نفس الطريقه في جوجل نفس الطريقه في تيك توك نفس الطريقه بيفور افتر ممنوع عرب ممنوع في كلشي بلاتفورم وحده اخرى ما تسدلكش فوالا الاخرى ممكن فيسبوك غادي داكشي على حسب لا وتا فيسبوك ممكن دي فوا كدوز شي حاجه ولكن سوايا سور سيرتان واحد البيضو يتسد لك اكزاكتومون فهمتي راه اتبع فيها ماشي ما تبيعش هذاك دابا ولا الاله ديال السدان هو صافي بالعكس اخي هذاك الشيء انا تيجيني مشكله انا ملي كتخليني نخدم سيمانه كاين اللي كيطمع تيمشي تيبدا يقول غادي كوموندي قدا قدات لي برودوي وزين الشيطان طاني تيزعل لي ستيل لا كلشي كيبقى له فاق دونك يعني فيسبوك دور شي ستاج في المغرب لا تيوريو فيه شي وجه فيه الحبوب كثيره ويدير بحال هكا ويخبر داك الحبوب بنادم تيشري ملي كيشري وكيصحابو ما شراش من شي سيت كيصحابو شرا من فيسبوك تيوصل داك البرودوي ما تيخدمش ليه تيمشي ترفع دعوه على فيسبوك الخوت شنو كانوا كيديروا في الاشارات كانوا تيديروا ليه دابا راه اجي تربح ايفون شارك في هذه المسابقه هذه خونا تيشارك ما كيربحش ايفون كيتكاو ليه على كارت كريدي ديالو تيقطعوا ليه منه والمسابقه باش الشركه تخلص $30 وما تيكتبوا ليه خلص $30 وخذ ايفون وما تيقدرش يقرا السطوره هذوك تيمشي تيدخل لاكارت كريدي ديالو تيهزوا ليه $30 تيبقى تيتسنى الايفون يجي ما كيجيش كيمشي تيرفع دعوه على فيسبوك فيسبوك لقى عنده واحد الرزمه ديال الدعاوي ما داير والو شكون هو السبب هو خونا اللي دار الاد صاوي نوض بغيتي يصرف قاكو هاكو كارثه كتلقى هادو اللي كيغشوا بزاف هاد المنطقه ديالنا العالم العربي مزيان لا حيت الهند حتى شوف الهند ربجا اكثر من هنا هادوك حيت كثار بعدا نهضروا الهند والله اخي الا اكثر من هنا كمل لينا اخي دونك صافي مواصله في حبسنا الكوزميتيك بصفه نهائيه صافي قلبنا على نيتش اخر شنو نديروا نحاول نبرانديو شويه نمشيو نبرانديو شويه في الشوز يعني في الصبابط ايتو بدينا براند ديال الصبابط بديناها اولا علاش اخترينا الصبابط هذه اول حاجه لحقاش كان عندنا داك لاكسي فاسيل الفورنيسور يعني قد يعطيك سلاقه تعطيك كل شيء انا خاد الفاسيل كتخلع عينيا كنسمع الفاسيل كنعرف شي مشكل اللي جاي حطيت فيها المشكل دونك ايفيكتيفون بقينا مع واحد المده يعني خدامين كتلقى راسك عندك ستوك وانت ما عندكش ستوك
اصلا في الصدابط كاين بزاف لي فاريون كاين لي بوينتور كاين لي كولور وكاين لي زارتيكل دونك انت يعني حتى حتى تصبح موكاسان راه فيه اربعه ديال الكولور وكل كولور فيها هذيك النمره ما غاتساليش كتشري ستوك انت فيه 10000 درهم انت عندك يحبه في يحبه في في كل نمره في النمره 42 دونك انت وكتجيك ديك 42 هي اللي فيها ريكوموند بزاف ولا 43 انت في الشيء انت 42 واحد لعب ثقيل ب 42 الدراري اللي بغا يزرق لنا شي سبادريز 42 دونك 40 شنو غادير بها وداك ال 44 شنو غادير بها تربيتها شي حاجه دونك دازت المده كاين عندنا ستوك كبير ديال الصباط يعني وزننا كابيتال كبير وغنحطو عندنا عاوتاني كيما ديك الفاصيل ان ندو السلعه اجي اخويا السلام عليكم بخير فاصيل ردو السلعه احنا كنا دايرين ما يعني ما كنخلصوش كلشي يعني كدير واحد تخلص واحد النسبه وواحد النسبه كتخليها لواحد 80% تخلص فهمتي كل سيمانه كيجي عندك يدي كتخلصو كل سيمانه كان واحد الربح ولكن قليل صراحه من درنا الحساب معاه عطانا سلعه كاين واحد الربح بقى لنا الربح هو السلعه تعال بقى الى يومنا هذا صافي دونك يعني داك وشنو اخي باش ساليتو هاد ليكسبيريونس هادي فين دزتو صافي سالينا البراند ديال الشوز سالينا مراجعه اوغوزمون اخي اخي هاد القضيه دي زوينه زعما نتوما ما درتوش براند براند باب ان البرودوي جربتو مقتنعين به فيه النيت كذا غير ان السبلاير سالس صاحبكم عشيركم ولا شنو عرفنا عليه شي واحد من العائله واي عرفنا شنو من العائله دونك هاك مشات لوبيراسيون كنت صبابط ماشي الدومين ديالكم عمر لا لا اصلا ما كنلبسوهمش صافي لا واللي يعجبهم في اللعيبه هي ان البرودوي واجد اي ستوك في اي كونتيتي بغيتي هي كاين فهمتي المهم لا وهنا عاوتاني انت فاش كتكون انت كدير الاي كوميرس وتطورتي هذوك المهارات ديالك انك انت كتبيع والبرودوي الاول صدق والثاني صدق والثالث صدق انت كتفقد واحد الثقه في راسك انك تقدر تبيع اي حاجه دونك انت غير بان لك واجي اكبر مشكله هذاك الصبار قلت انا قاد نبيع يقول واحد مع راسو انا قاد نبيع وفينال كيلقى راسو انه ارتكب غلط بقى غير هذاك الغلط بشحال غيتقع دابا المشكل انت راه قاد تبيع ما بقاش تبيع سيبيت نقول غير انت قاد تبيع وراه كاتبيع غير المشكل في ديك السيرور ديال العمل فوالا ماشي ما خصكش تخدم ديك الطريقه هذيك دخلتي في لي طاي دخلتي في لي كوانتير دخلتي في شي حاجه كتقيس انت اصلا كنتي كتبيع حاجه ما عندها حتى علاقه بالفيتيم والتقياس كيديروا ليفر كيقيسها الاخر ما جاش قديها عاد نخسر الروتور ولا تنسقي كوانتير اخرى دونك كانت مشكل ديك الساعات دونك ديك الساعه اواخر 2020 اوزمون ايغاسي كاليو تفرجوا في السيتارس وي كنشكروا السيتارس من هنايا تسمي الدكتور تشار الدكتور الله عليه كان تفرجوا في اللايف ديالو لايف هاشتاغ كان ديك الساعات يعني مطلع مع حسن الوردي كان ديك حسن كان في تركيا كيديروا ويا لايف كيهضروا حسن كيهضر لي انه غيدير واحد السيرفيس في افريك بحال السعوديه نتورك سيرفيس لافريك يعني كيسكل في البروفيلمنت كيسكل كلشي لا كونفيرماسيون ولا ليفريز كلشي يعني من 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 السورسينغ حتى لاسمسير حتى للتالي دونك هي هذيك اوكي لا حليا ديالو شنو هو ليا شيبسن خدنا شيبسن عمرنا واحد الفورمولير شنو زكريا بحال ديما كنهضروا طق طق راه كاين واحد الاوبورتونيتي كاينه في افريك كيبان لي فيها الاوبورتونيتي واخا باش كنت تسمع البلاد الهضره في افريك افريك ما لاقيش ما يلبسوا ما لاقينش ما ياكلوا ما لاقين ما يشريو المغربي انا غادي للطيلوند وقال لي واحد النوطار يحسركوني كان شي واحد ما قاريش ولا كذا النوطار قال ما انا جاي مع الوالد اصاحبي قال لي الوالد سربي يسني يمشي فحالو راه باقي تبع الطياره قال لي فين تمشي يا وليدي قلت له غادي للطيلوند انا وصاحبي الله يا ولدي ما لقيتي فين تمشي قال لي الوالد شنو طاري قال لي ترى دوله فقيره معلم لدرجه ماشي لقاو ما ياكلو كيضروا في بعضياتهم يقول لي الوالد ريحه ولدي مالك فين تمشي قلت له بالربي حتى نمشي قلت له انا وزعما حنا مغاربه غادي دوزوا علينا تما حتى حنا ناكلو وهاني خلينا نمشيو ومشينا صاحبي لقينا الدوله مزيانه الحياه بخير كلشي مزيان بالعكس ما عندوش ما يلبس نبيع له انا ما يلبس ما ياكلش نبيع له ما ياكل ما عندوش السلعه نبيع له السلعه نجيب له السلعه ونبيعها فين كاين المشكل لكن هذاك اللي عنده اللي ما عندوش لاكسي لي برودوي هذا هو اللي ولا يخدم في الاي كوميرس احسن اما اللي عنده البرودوي فيما مشى لاقيه فيما مشى موجود اكسيسيبل كثر ما
هادشي كيما داكشي يقدر دي حتى شي بي سي بورطابل اللي حنا ديمو دا عندنا وتبيعو تمايا اه تيقول لك بنادم غبر غبر البانتيوم دو غبر داز لي وراه مشى تيتغوسي كلا وتيتباع بدور عطا مزيانه دونك هي هذيك دونك صافي درت مع زكريا بلي باش صافي مش اتفقوا انت القمه عاوتاني القمه العربيه العاشره قمه فاس لا القمه فاس العاشره هذه كنجلسوا الطاق صافي شنو نديروا شنو كاين شنو كاين اوكي اجي نبدا صافي حتى زكريا ديما تيقول لي سير الله يسخر حتى هو يا ابن متعكش متعكش صافي اللي زوينه صافي واللي سير الله يسخر هي كتلاقاو يلا نتلاح صافي سير الله يسخر موراها عاوتاني شي يومين جالس مع مستور كنتقاو انا وياه حتى هو كنتفرج في اللايف مستور مستور عشيركم سميتو مستور معايا سمعت هذا مستور ما فخ ما ينساش كنقول واحد المستور زعما ما بغيتش نقول سميتو لكن يوتيوب مستور هو كان يوتيوب مستور راه شنو قلت لنا زيف المهم جالس هنا وياه كنهضرو قال لي راه كاين واحد الشركه سميتها شيبسن في لافريك قلت له راك شتي عند تارس قال لي هي عندك تفرج في اللايف مزيان قال لي فاش تبدا قلت له نبدا وانت قال لي انا نبدا المهم كنا كنهضرو هنا قلت له شوف قلت له يعني خدنا في المغرب بدينا في الديبار يعني درنا الحمد لله ارقام ولكن ماشي بزاف الخليج كان بدا داك الديبار ديالو ما بديناش واه دابا لافريك هادي يعني اول مره غتبدا لافريك اجي حطو اوبجيكتيف شنو هو الاوبجيكتيف اللي حطينا وانا نكون نمبر 1 في لافريك نتوما المتشينين نمبر 1 مزيان اخويا فهمتي ماشي ربح واش هادشي لان كاين لان المغرب عيان ولا كاين شي لا لا حنايا اصلا شنو كل من العوامل اللي خلاونا واحد لابيرود نحبسوا المغرب شنو هي لامبورطاسيون فهمتي مزيان باش يفهموا الناس هادشي ماشي لامبورطاسيون المغرب عيان من الف مارشي واعر اصلا المغربين كتجمع المغرب راه كبير مقارنه مع افريكا دوك الدول اللي خدامين عليهم نتوما في لافريكا كبير ولكن المشكل الاساسي المغرب هو لامبورطاسيون وهذا مشكل لامبورطاسيون المغرب كومبليكي مقارنه مع افريكا يعني تما السيرفيس كيتكلفوا له بكلشي هادشي علاش شحال من واحد تيجي تيقول لنا في السعودي نيتورك وانتم مغاربه وحالين شركه في دبي وخدامين في الخليج كامل علاش ما تدخلوش للمغرب علاش تنقول له اخي تجي وانا في دبي تقرق واضحه تجي وانا في قطر تقرق الامور واضحه تما اوكي كلشي الفلوس نصرفت فلوس على برا نخلصك انت مغربي هنايا كلشي ساهل وواضح تقول له المغرب راه حنا مغاربه راه هذيك واخا شركه اماراتيه راه ماليها اللي حنا واحد شحال شي 70% شركه مغربيه ولكن اخويا راه حنا ولاد المغرب وما قادرينش عليه اجي الديوانه يطرب تعكاز الخلاص لوفيس شونج ديال الدبني اش هادي عذبني انت راه يحمقني انا اجي تبغي تبروسيسي شي فلوس يقول واخا الشريف راه حنا كنخلصوا بنادم يوميا والملعير لا اخويا لا اجي ما يمكنش دونك صافي انا الدوله اللي كانت اما اخي كان ممكن لونسيو المغرب وفي الاخر راه الحمد لله اخي بعدا راه دابا خدامين معانا مغاربه وتيتخلصوا ولكن راه السوق المغربي صاحبي حنا مغاربه ممكن نستغلوه في ميدار كتقول لا 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 خليني لهي راني داير سميه وخدام ولا نجي صافي دونك هي هذيك بدا عمرت فومي اللي فسيد عندهم دازت واحد 3 ايام ما جابونيش هضرت معاه في فيسبوك السلام عليكم حسن بخير راني عمرت فومي في فيسبوك انا باغي نروح لافريك الله يخليك واش ممكن تحيد الكونت جاوبني هضرت معاه ايفيكتيفمون فتحنا الكونت داز ديك الوقيته شي شهر كامل على اللونسمون ديالهم اوفيسيال اول بلاد كانت هي السنغال صافي يعني جا اللونسمون انا صيفطو السلعه كان صيفطو السلعه صيفطني السلعه من المغرب اوغوزمون كتجي مع ديك الوقيته ديال البوليس سي السلعه من المغرب ماشي من الشين المغرب لا يوتيوب اول امبورطاسيون كانت من المغرب يوتيوب بغيت غير تشاركوا هاد ليكسبيريونس لا صيفطناها من المغرب وكتجي مع ديك الوقيته ديال سدان الحدود بفل ديال البوليزار ديك مشكل البوليزار اللي كان في الحدود كتجي معها نيشان دونك السلعه كامله في الرموكات واقفه في الحدود الحدود مسدودين الطراجي ما كاينش الطرق ما كايناش ما كنتش عاقل بالضبط شحال لابيريود اللي كانت ديك الساعات وانما اول مره في حياتي كنولي كنتبع الاخبار يوميا بشكل يومي ولات الاخبار عزيزه عليا صافي يوميا انظر حلو ما حلوش لا غدا انظر واحد النهار جاء الفراش الحمد لله الحمد لله مورا عاوتاني امبورتينا السلعه من دبي صافي بدات الخدمه يعني هما في بدينا كندوز شي ارقام في الاول في السيمانه كنهضر مع مصطفى اللي هو مكلف شاب بالسنغال في الاول تيقول لي راه هادشي راه بزاف يعني راه حتى كنا كنديرو ديك الساعه في السيمانه كندير واحد السيمانه 30000 درهم مثلا 30000 درهم في داك الديبار ديالهم
يعني 30000 درهم حتى 30000 درهم 20000 درهم في السنه كديرها اللي هما اصلا دخلوا مازال براسهم ما عارفينش يعني عارفين بلي كاينه واحد البروجي ديال المارشي حجم السوق ولكن كاي كوميرس كيفاش كنا في اي كوميرس مازال حتى واحد ما عندوش حتى فكره حتى هما ايفيكتيف فهمتي ولكن الحمد لله يعني من نهار الاول صراحه يعني من الشهر الاول يعني كان طلعنا بروفي يعني واخا كانت المشاكل كامله طلعنا بروفي خدمة شهر 12 واحد جوج ثلاثة خدمنا ديك لابيريود هادي كاملة هادي هي السينيغال ولا دزتو حتى الدول كاملة غير السينيغال يتشو فهمتي واحد غادي يلاه حتى كشمع 2021 كديري 2021 ولكن قبل ما هادشي قول لهم كيفاش بدينا هادشي هذا كيفاش بدينا الخدمة واش خدمات ليكيب كون كانت عندنا ايكيب لا صبر لا ملي كان قبل المشكل في المغرب ملي كنا صافي ليكيب ما كتبناش ليكيب عندنا زيرو ليكيب هي انا وزكريا عاوتاني مزيان ليكيب هي انا وزكريا دونك مش انا غادي نبداو خدمه في لافريك باقي البيرو على البيرو مازال لا كل واحد شنو ديالو ولا البوست ديالي غادي نهزو نحطو واخا البيرو واخا البيرو كاين سباس انا وبيا جلسنا في طبله وحده في بيرو واحد جهز البيس ديال واحد قدامي في بيرو واحد علاش باش حتى واحد ما يضيع الوقت باش نخدمو فريمون ونزيرني ونزير المواجهه لا صافي تخدم جلسنا على طاب دينا خدمه هذوك الناس اللي داكشي اللي ما كناش كنديروا شحال هادي ديال ما كات داك 15 كارطون 15 بودي اللي ما تسيناهمش خمسه ديال البودي في النهار كيتمونطا كيتقادو خمسه انا خمسه هو بلا يوميا كنعاودو يوميا شتيست حنا ديجا عندنا واحد الباكراوند في المغرب على لي برودوي خدمنا على بزاف الحاجات دونك صافي هادوك لي برودوي باش بدينا بلان ما حاولناش نبدعو في الديبار صافي هاد البرودوي تما هنا ديرلو كوبي كولي حطو تما مزيان الامور مشات مزيان الحمد لله فاتي هذيك من ورا السينيغال جا شهر 3 كاب جا اليوم ماكات كانونسمون اوفيسيال ديال الكوت ديفوار تما بدينا في الكوت ديفوار ضربنا فيها يعني واحد لابيريود ديال شي 4 موا هكاك يعني كنا ديك الساعه يعني ديجا يعني كاينه شركه في لافريك حليتو شركه في لافريك شركه مزيان. في لافريك يعني باش خلاص شي بنيه مكلفه ولكن هذيك الشركه في لافريك يعني باش هي اللي خدامه معاه يتو هي باش كتفاكتوري وهي باش اكزاكتو ديك اللي خدامه معها ايفيكتيفمون دازت واحد 4 شهور تقريبا هكا كنعيط لزكريا واحد النهار قاس فتح السطور في يوكان اجي اخي نرجع لهاد النقطه هادي شنو اللي خلاك طرح ليوكان انت كنتي في شوبيفاي اخويا في الديبار قنعتينا بيوكان الله يحفظك اخي الله يحفظك ولكن اخي الديبار الا قنعتك كنقنعك سيمانه جوج هاد التيستات تقول بالك هذاك السيمو يبع علينا العجله وصافي ما منناش انت قلتي لنا تيستي اوكي دونا ليميغراسيون يوكان بدينا خدمة شحال كانت الكونفرشن ريت في يوكان ملي كان عندنا في الديبار 10-20% ديال الكونفرشن اللهم بارك يعني اخيرا فوا فوا 2 فوا 2.5 حتى 5 يعني ماشي لا ماشي 5% فوا 5 5 المرات فوا 5 دونك صافي بدينا ديك الساعه هادشي كنقول للدراري جرب تيجي انت تقول لي اخويا السيم واش تنصحني بيوكان تنقول ليه معلم انا مانفيستي في يوكان واصلا مقادة كاملة بيز على الاكسبيريونس والمشاكل اللي عانيت انا من الناس حنا في يوكان ولكن انا ما قلتلكش اخويا ما نصحتكش بها قلتلك تيستيها سلكاتك على بركة الله ما سلكاتك استرا اخويا رانا ماركتر كان او بيزنسمان كان امن بالارقام واش انت انتربرونور كتشوف اللي مسلكك مسلككش اخويا عطيه التيسة اخي ولكن الحمد لله يتبيز على المشاكل اللي دزت منهم انايا في ليكوميرس سوليسيون اوكي بدا ما خاسر والو دونك صافي جا لو موا 4 بدينا لونسمون اوفيسيال في كوت ديفوار
كان رضا هو اللي يمكن بالكود بالكود ديفوار ديك الساعات اني كنشكرو من هنايا سي رضا كنا خدامين بواحد الطريقه الله قلتي يوكان واش جريت قلتي جيت جا سي زكريا وريتو يوكان اييه جا زكريا وريتو ستوف يوكان داك اللايف تايم ديال ستور ديال الكود ديفوار اللي هو الا كرينا 4 موا كوبيتو حطيتو في جوجل خاصني ما كنديرو بالصافه صافا ولا كزوف ولا ما عرفتش اش صافا يعني الفرونسي صافا الفرنسي فاش ما كنبيعو بها يعني داك الرقم الطويل ما عرفتش بالضبط شحال هو بالدولار كوبيتو حطيتو تما في جوجل دخلني زكريا البيرو قال لي مشوكي شنو كاين تما قرا هذا الرقم هذا بقات تيقرا تما قال لي راه مليون مليون ديال الدولار تقريبا مليون دولار مزيانه تبارك الله عليكم الشباب الله يبارك فيك هو وان اوف ذا جايز اللي داروا مليون دولار شي ريفيو كان وكثر سيفن فينجرز عندي شي فلوس تحركهم ليا تنقول ليه دلي الا ما خلي عندك فلوسك الله يرحم لك الوالدي ورد البال لا تمشي عند شي واحد يحركهم ليك ويديهم لي راه كاين هاد الوقيته اللي كيحركوا الفلوس رد بالك فهمتي هذا شنو خاصو خاصو الزعامه هي الفلوس نتيجه نهايه الباركور الفلوس راه جايه ريزولتا حط اوبجيكتيف عملي ماشي اوبجيكتيف مادي مزيان اخي دابا الشركه في الكوت ديفوار دارت ان شيفر ترانزاكسيون توتال ديال 1 مليون دولار في الدول الاخرين الشركات اللي دايرين في افريقيا في الدول الاخرين ايوا كاين البركه الحمد لله والله خويا هذا الشيء كيفرح كاين البركه والله الا شي تيفرح هذا الشيء فراس دوك الموظفين كاملين اللي عندكم في العائله لا 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 الموظفين قال لك زعما الناس اللي في العائله الناس الكارتي لا 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 ما فراسوش حتى حد ما فراسه اخي شايف فواني كيقول لك شوف اخي شاخا يونس ورينا هادشي دابا علاش كنا باغيين نجيو حنا اصلا الله خويا شوف حق ربي لا علاش البلا هذا والله اخي انا كنقدرك وكنقدر بزاف ديال الشباب ولكن شوف اخي يونس وحق الله الا جيت انسباير امه ديال الناس شي دابا انت صافا الحمد لله انا صافا الحمد لله تنقول انا عشق واحد 10000 واحد 20000 واحد في المغرب انت اخر حتى هو ندي اجي لقاك عايش هنايا بخير كتكون واحد الامه ديال الدراري حتى هما صوفا وحتى هما بخير ان شاء الله ان شاء الله فهمت هذا هو الهدف اما راه شوف اخي والله ما الا 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 تجي تحسبها على المدى القريب ما تبغيش تبان ولكن على المدى البعيد الله خير في صالحك تبان المدى القريب شنو تيجي واحد خونا سمعتوا دابا هادشي ما بقاش حنا عشنا في الزمن ديالنا هذا خونا تيقول لكم يربح في الانترنت من غادي يجوك الفلوس غادي يخرجوا لك من ديك البلاصه ديال التيسكيت ولا السيدي تقول واي لا صاحبي علاش دليت راسي انايا وجيت كنشرح لهاد القوم هذا اللي جا ولكن الحمد لله الاساسي فيه المشكل ما كاينش الربح في الانترنت كيشوف عليه كاين الشغل في الانترنت كاين العمل في الانترنت العمل في خدمه بحال هذا هو المشكل يعني ماشي كاين ديك القصه اللي كتقول لك داك خونا اللي عنده الدجاجه اللي كتبيض ليه كل نهار بيضه ديال الذهب واحد النهار هو طمع مزيان هذه بحال الانترنت قال كتبيض ليا الدب راه عرفتي اش غدير غنذبحها ونشد كاع الدب اللي عليا فيها بحال لا ما لقى والو ماشي كلشي ومشى البيض ديال الدب صافي قول لي قول لي حضرتو معنا في ليفيرمون ديال اكادير عيطنا للدراري كاملين اللي كيشيفريو عيط صراحه كانوا دي بورسونتاج 50% كيشيفروا فيه وكان 50% داروا باعوا وقفوا 50% كيبيعوا شويه فهمتي حاولنا نجمعوا الشباب ونكونيكتيهم هاو واز ذا اكسبيرينس كي كانت اخي تكونيكتيتو على شي دراري جداد تعرفتوا على شي ناس جداد زين الصراحه الدراري كنهضر معاهم لحد الساعه يعني تما فريمون لحقاش اللعبه كما في نيتوركينغ لي تشوم عليك لحقاش يعني كما كنت في الديباي انا وزكريا كنهضر فين تاع المستور كنهضر انا وياه يعني راه كي كتهضر في واحد ليكيب راه براين ستورمين يعني راه وكتجلس مع ناس بحالك بحالك يعني عندهم نفس التفكير نفس الجولز نفس المشاكل نفس المشاكل او لا مشاكل كفس منك مشاكل كفس ويقدروا يقولوا لك شي لعيب يقدروا يعاونوك ممكن دي فوا كتجي شي دي فوا كتجي شي هضره داز في شي بيريود في ديسكيسيون اتنفعك من دابا واحد العامين ولا ثلاث سنين وي فهمتي يعني اي حاجه دازت لك في الراس يخلي عندك واحد النهار واحد الوقيته سون بوسون ديال ديك النقطه اللي قال لك سيمون قبيله ديال
راه كاين الدراري اللي ماشي بغاوش يبانوا هذا بنادم ما خايسيمو خصو يكون معناه دابا لا الا كان الا كان الا كان الا كان بحال هكا هانيه انا دابا الخايف اللي خايب هو تيقول لك اخويا سيمو الا كان انانيه شي حاجه خايبه ولكن كتلقى صاحبي الدري ما باغيش يبان تيقول لك هادي ضربوني بالعين تابعه ولا ما خصوش يكون حتى اناني دابا انت كنتي ما عارفش الدومين جا واحد السيد سميتو سيمو لايف وكاينين ناس اخرين قال لك شوف راه كاينه الفلوس انترنيت وكذا ديتي ما ديتيش عليه المهم انت عرفتي واحد الدومين ديتي خدام صورتي شويه الفلوس عليك الله خدمتي معاك حتى ناس كبرتي واحد التيم ولات عندك شركه فيها واحد 3 ولا 4 الموظفين سكيليتي ولاو 10 11 12 دونك ما تخليش هاد العبايه عندك حتى انت دوز ولكن انت شنو كتقول كتقص بان ندير الفلوس ديال سيمو لايف بعدا فهمتي عندك الساعه هذيك الساعه كاين اللي تيدير الفلوس كاع ديال سيمو لايف وراه هو عارف بزاف ديال زيكزامبل اه والله خير تيبقى مشاد هادشي عنده اش دي معاك هادشي غتلعب معاك في القبر بارطاجي اصاحبي راه فاخرتها موت دونك بارطاجي وراه ديما تنقول لسيمو تنقول له راه بارفو تيوقعوا لنا شي حوايج في الحياه عاود لك ديك القصه مؤخرا كنا غاديين في الطريق واحد الكاميرا يدخل في امام كذا واحد اللقطه طراطره ما تيفسرهاش العقل واحد كيفاش ايفيتينا هاد لاكسيدون بواحد الطريقه بواحد اللقطه بواحد اللعيبه تما الله تنقول له راه العقل ما تيفسرش هاد الشيء بدات خير شي كلمه قلناها شي الله يرحم الوالدين ديال شي واحد شي واحد عاوننا في الطريق اخي من التجربه ديالها اخي the more you give the more you receive هادي كنت قريتها ولكن ما امنتش بها ولكن اخي ملي جربتها مره في جوج في ثلاثه الحمد لله اخي والله الا اخي يونس كلما كتعطي كلما كتاخذ نقول لك واحد النهار ديالي اكسبيريونس حيه تنكون انا ديما صايي كدا تتمد شي بركه لشي واحد شي عساس شي كدا كتهلا بنادم وانت غادي واحد النهار عصبني واحد خونا والله يا مو هاد الشعب هذا ما بقيت نعطي للموريل صافوني نجمع يديا وحق الرب وبدات كتهز من امور يمينا وشمالا وانا نعرف راه ماشي انا اللي كنت كنعطي عرفتي بدات الامور كتهزم وانا نقول صافي طلق يديك وانا ندير راق 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 صافي تمشي تنعطي لبنادم وتعاود تيسرات الامور بحال ما طرات حتى شي حاجه وانا نقول معلم جمع راسك راه انت راك هي فيلم انت تمد راه تتشد كتجمع يديك راه هادي الله حتى هو يجمع يديك ولا فونطاج ديال فاش كتبدا تبارطاجي فاش كتبدا تبارطاجي الاكسبيريونس ديالك هو انه ناس اخرين تيبغيو يديروا داكشي اللي انت درتي وهذوك الناس اللي كيبغيو يحاولوا يديروه كيطلعوا لك مشاكل قاوا وهذوك المشاكل اللي كتبقى تسمعهم كل ما سمعتيش المشاكل ما غاديرش يوكان وكل ما سمعتيش المشاكل ما غاديرش يوكان تبيع كل ما سمعتيش هذوك ما غاديرش شيبين دونك هذوك الناس اللي كيبقى تسمع ليهم وكتقول لهم يلاه سيروا ديروا هذوك داكشي اللي كيطلع لك من عندهم هو اللي كيخليك انت تزيد لقدام وتزيد حوايج اخرين والله خير هذا اللي كاين على راسك بقيتي تما الا بقيتي ساند على راسك راه شوف حتى واحد ما كيبقى في نفس النيفو وهذا الشيء اخي علاش درنا ديك درنا قمه اكادير جمعنا جمعنا الدراري كان شحال 60 واحد شي كدا 60 واحد جمعناهم الدراري ديال الاي كوميرس ايفينمون واخا يشوف درنا فابور زكاه وعلم بحال هكا ديال تنسمعوا الدراري اللي خدامين في الانترنيت وتيبان لك داكشي عنده واحد التاثير لان هذا تيجي تعاود مشاكله والاخر تيستافد منه هذا هذا عنده الحل ديال هذا المشكل اللي ديز منه هذا كيتانسبيرا من هذا الا بغيتي تشكر شي واحد بغيتي تشكر شي ناس باركور في العيبات الوالد الوالده اي واحد زكريا ومن بعد قول لينا نصائح تعطيهم الناس اللي حتى ما بغاو يديماريو ليكسبيريونس شنو تبغيهم ايفيتيو باش ما يطيحوش وما غيطيحوا واحد 20 ولا 30 حفره ولكن قص عليهم واحد جوج ولا ثلاثه هذا مزيان يطيح في الحفار باقي الثاني لا هادشي قلت له غيطيح راه خصو يطيح حيت الا ما طاحش ما غاديش يتعلم دونك عطينا بعدا الشكر بعدا باش
طبيعة الحال كيبقى في راس الهرم الوالد والوالدات وكيبقاو في راس الهرم هذوك المساند الرسمي المساند الرسمي كذلك الوالدين ديال زكريا حتى هما اللهم بارك كنشكرهم كاين عاوتاني كاع لي فورنيسور اللي تعاملنا معهم النهار الاول دابا اللهم بارك كاين سيطا صحاب القهوه مول البورتابل اللي صورنا به البدر يوتيوب يوتيوب زيد شكون اخر اخي كاين شيبسن الدراري مصطفى كاين حسن كاين رضا شريكنا الاول اللي باقي شريكنا تاع دابا شريكنا حول اي كاين كاين حسن تا هو مزيان حسن مول الطوموبيل تا هي يا هي بنت سوزوكي تشكروا الدراري تشكروا يعني هادو التيم التيم حتى هما يا التيم تا هو كيبقى بلاتيم ما تقدر حتى شي حاجه اي اخي يعني بلاتيم زعما غير طيب علينا زعما الله كيديروا في بزاف الله يعزكم الشباب الله يلا شرفتونا الله يعزكم لا والله لا خويا الشرف لينا والله الا بالعكس اخي راه حنا هذا هو التارجت قلنا 30 يوم رمضان 30 اونتربرونور باش ما تبقاش ديك القضيه ديال وماشي دوك لي زونتربرونور المعروفين قسما بالله الا بنادم تيجي تيقول لي غير ثاني حاضر تيكون شي ابيل تندير له طباج ونقول اسمع سمعت خونا اش كيقول تنقول ليه ايه شوف اخي السيمو الله يحفظك حتى انا تحطني ندوز معاك في اللايف شحال ما حسبتي حسب لي 30000 درهم 50000 درهم الصاد راه ما كاينش هذا الشيء وانا هيك عشيرك عشيري وانا تقول لي شوف انت صاحبي معروف كتبيع الطوارات غير بالثلاث ساعات اخرى لا فهمتي ما بغيناش نجيبوا اللي معروفين بغينا نجيبوا الشكار ما معروفش مروان ما معروفش مستور ما معروفش انت ما معروف الدراري اللي غابين باش نقولوا للناس راه انتوما راه كاين بزاف ديال الاكزامبلز وبحال كاين اللي والديه قل من الصيرو كاين اللي والدي عندهم مشاكل كاين اللي هو عنده مشاكل كاين اللي من اسره متوسطه جميع الامثله تلقى شي واحد منهم هادي انسبايرك اخي وقلنا 30 يوم شي 30 شاب وكاين اخي الحمد لله كتقول 30 يوم 30 شاب صافي ديرك الموديلات كاينين اه واه بالرب اخي راه شوف شوف هادشي هادشي دايرينو حنا هادشي حنا دايرينو صدقه جاريه وماشي اللي كنتي الحسنات كاين غير ثاني كاين شاو اللي كيهضروا معانا وكذا او بالرب اخي زعما راه غير حداش رمضان كتعرف الخدمه كتكون شويه مرخوفه والله اخي تنديروها 366 يوم بالرب غنديروها حنا 10000 يوم كل نهار ولكن راه ماشي هادي هي حياتنا رمضان كتكون الخدمه صلاه وشويه تتعرف الريتم ديال رمضان كتعرف انك كنسهروا او من السهران ديرا اخي من رمضان وبقى شد ليا 5000 6000 واحد مستحيل دونك تنبقاو سهرانين مزيان وبخير قلنا اخي نديرو شي صدقه قال لك الناس راه نساو التلفازه اخي ولكن دازوا الشاهد نتفليكس كذاك دازوا اللايف اللهم بارك المغرب فطور تراويح ونتسناو الله يهدي السيمو هذا البروغرام لا لا الله يهدي يدي كما قالوا السيمو هي هذه هي اننا بارطاجي واحد 30 سكسس ستوري ان شاء الله في المغرب ديال الناس في مختلف الدومينات راه زعما راه جايين حلقات اخرى في دومينات عندهم حتى حلقه على الاي كوميرس لا بدي لي كومونتير لي كومونتير احنا نطلقوا اخي لي كومونتير شي نصيحه شعاب بين ما يطلعوا لي كومونتير قول لنا اخي شي نصيحه تنصحش عندك اهم نصيحه اللي نقدر شو بغيت يدخل لونتربرونوري اي واحد هو انه تفوكس على دومين واحد لحقاش يعني اي دومين فيه الفلوس غير هو كيخصك انت تكون قاد انك تدخل لك الدومين الفلوس يعني تفوكس فيه سواء سيرو سيرتا ما غاديش تنجح النهار الاول ما تنجحش النهار الثاني الثالث ما تنجحش الشهر الاول حتى ما تنجحش حتى هو ما تنجحش وحتى ما كيبان عام عامين ولا ما تنجحش ولكن اذا كنتي عندك واحد القناعه وعندك واحد الواي علاش تدخل داك الدومين هذاك هادي هي الحاجه اللي كتكتب فيها يوميا علاش انا كنخدم عارف ديك الواي ديالك انتما الدراري عجبكم لي كوميرس ارتاحيتوا فيه لا بقيتوا فيه ولا يتو كما سدينا الوصف ديال واحد البيزنس اللي فيه بزاف ديال البروسيس دونك عجبنا داك السيستم هذاك صافي اوكي نكملوا فيه يتو ارتاحينا فيه وطبيعه الحال انت فلوسك تعجبك حتى هي باش كتموت هي شي نصيحه اخرى هي اختار دومين واحد وركز فيه هادي اول نصيحه ويعني شنو قلت بالنسبه لي هذيك بالنسبه لي هي اهم حاجه حاجه اخرى ما تحاولش تحط دي زوبستاكل مع راسك كيما حطيتو معنا النهار الاول لا خصني 10 دقايق باش نبدا لا خصني مثلا باش ديك السلعه ما خدامش ما نتيستيهاش يعني يعني انت غير ما تحطش اوبستاكل واحد الحاجه بانت لك ما خاص تر والو جربها يتو جربها بداها ما تعرف يجيب الله التيسير جرب غير جرب يفشل راه تنقولها لهم ديما تنقول لها اللهم تجرب وتفشل
ولا تقول كانت ناوي نجرب ها ارفشل دونك يبدا توكل على الله وربي ما يخيبكش وديما راه كاينه واحد البركه حيت بغات حاجه البركه في الخدمه وي وي ديما كتكالكيلاش هذا واخا تعيا ما نحسب واحد غادي تحسب شنو ما حسبتي كاين واحد سميتها البركه في الخدمه كاينه ما عمرك تحسبها حتى او فان كونت كتلقى هادشي منين جا سير الله يسخر كاينه سين هاد البركه هادي بلا ما كيردلاش البال فريمون خص الواحد يرد لها البال لا يقدرها 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 فهمتي يتأمي كاين واحد البركه الله سبحانه وتعالى في الخدمه ديالك يأمن بان راه كاين شي حاجه الا خدمت راه كاين الجزاء صافي غير يأمن بها صافي راه الخدمه هي الاولى عاد نقلبوا على الجزاء دابا تقلبات ولا بنادم باغي الفلوس باغي الجزاء عاد يخدم تقولش شي فيه الفلوس وين فيه الفلوس وين واش انت كاين بعدا تيق في الله وتيق في راسك وراه ما يمكنش انك تبقى خدام غارونتي ماشي غارونتي يا خويا ان الدومين فيه الفلوس وما باغيش نفشل وما باغيش نفشل السيد قال لكم شنو هما لي زوبجيكتيف ديالكم دابا يتوب عليك تبغي تسول هما السؤال ونسيت لي زوبجيكتيف الفيجن زعما شنو حاطين الدراري وات واتس نيكست ان شاء الله عندك نقدر نقول لك انه انك باش حنا اول اوبجيكتيف كان عندنا هو نكون ولا في لافريك يتوب حاليا راكم ديجا الحمد لله نمبر 1 في افريقيا فوالا اول اوبجيكتيف كنا ديما نتاول الاول دي اول حاجه لحقاش كاين جوج حوايج كاين النجاح وكاين الحفاظ على النجاح انك تنجح كتجي نوعا ما سهل من انك تحافظ على داك النجاح تحافظ على النجاح صعيبه هذيك هي اللي فريمون صعيبه تما تبان تما معلم فوالا داك هو التحدي الاول زائد الاحتلال ديال بزاف ديال المهم كاين اسواق جديده باغي نبداو ندخلوا لها مزيان اخوانا تنفرح ملي كيبانوا لي المغاربه خدامين في دول اخرى وتنجروا الفلوس لهاد البلاد هاد والله الا راني زوين في ليستوار دي كوميرس انا بعدا حيت انا الدومين ديالي راه ماشي اي كوميرس انا بعيد على هاد الصداق لي زوين هو تلقى مثلا الدراري ديال السعوديه دوت نيتورك خرجوا من المغرب ومشاو لدول اخرى ما تيعرفوهاش السعوديه كانوا كيبغاو يقادوا بلاتفورم وخدامين وخدمي معاهم مغاربه جا حسن حتى هو ما داروا ما زعما حاسه تيقول لك اصلا تانسبيرات تيقول لك انا شفت سعودي نيتورك وكوبيتها في لافريك وبالعكس حنا عجبنا اخويا غير مارشي شديته ومشيت للسينيغال كوت ديفوار كذا واو شوف حسن عاوتاني شحال معاون ديال الشباب نتوما تبارك الله نتوما ما بديتوش مع السعودي دوت نيتورك بديتو مع شباب بدات غاديماروا حتى مع السعودي دوت كبروا نيتورك وكذا ولكن اللي زوين انك هادو مغاربه شوف دول اخرين وداروا دي بلاتفورم وكما تيقول سيمو تيقول حتى لينا دابا ومازال غيجيو ناس اخرين حنا ما كرهناش شي واحد يمشي مثلا يطلع لورو واحد يمشي لنا لاسيا واحد يمشي لاسيا واحد يمشي لامريكا اللاتينيه وامريكا وكندا والعيبات كاينين ولكن خدام الراس وما كيحلش بلاتفورم كاين واحد الدري راه تيضرب ميليز اوف دولارز مغربي استقر في الفلبين كيضرب الملاير عايش تما بالقير من انا وسيمو السؤال اللي تطرح بزاف ديال الشوارع عنده الفلوس يقول لك عطيني شي اوبورتونيتي نمشي فيه راه كاين مليون اوبورتونيتي خاصك تحل عينك اش بغيتي واحد الوقيته هذيك الاوبورتونيتي كاينه مليار في المئه دابا حنا وكاين دي فوا كاين اوبورتونيتي تبدا لهم الحساب فهمتي دابا حنا حاليا يعني كتعرف بلي راك انت راك في لافريك كاين دي براند هنا في المغرب كيكون طاقت انا باغي ندوز لافريك فهمتي واش ممكن تشد الكوتي ديجيتال انت غتقصر عليهم واحد 5 سنين ديال الخدمه يبقاو يخربقوا ويبقى يجي عندك انت غتقد ولحد الساعه كنرفيزيو كلشي علاش ما قاديش ندير شحال دار فهمتي يعني كاين لوبورتونيتي واحد اخر ديالها راه كاين لوبورتونيتي واخا شوف ملي كتدخل الخدمه اش اللي كنقول لهم دخلوا للخدمه غيبانوا لك مليون اوبورتونيت ما تريحش على برا وتبقى تقول واش كاين الدراري شي او تيدير معنا رجلك هنايا تجي تفهم 70000 حاجه راه انت بحال دابا تيجيو دي براند تيقول لك راه بغينا ندوزو لافريك واخا نقول لك انا نقول لك انا هذاك ستيلو اللي قاطو في يديك بلا ما نقولو ماركه اش من عام تصايب هذا عام الفيل وباقي اوبورتونيت في 2022 وشادو انت فيه شحال من عام دونك لوبورتونيتي الواحد خاص غير يخدم على راسو باش هو يقدر يستقبلها اما هي كاينه يقدر يشوفها يقدر يعرفها يقدر يعبرها يقدر يديرها كاينين اربعه ديال الاسئله اما لوبورتونيتي راه كتكون جالس في القهوه بعدا حنا في المغرب في الثقافه ديالنا كنطيروا فنعاودوا على لي زوبورتونيتي الاخرين دونك راه كنشوفوه وتنحلوا كاع مشاكل الناس الاخرين راه كيدير هادي ودير هادي وشي لاخر دار كذا ودار كذا والاخر مشى صافي داك لي زوبورتونيتي كنشوفوه غير حنا كنعرفو نعاودو عليهم ما كنعرفوش نديروه كنعرفو غير نعاودو عليهم كاين الدراري دو كيسيون
مع دويتي على لي سيري في الاول كاين داك شنو لي سيري اللي تقدر تنصحنا زعما في الكوتي دون خطونا ما عرفتش انت بزاف شي حاجه اللي تقدر يتفرجوا فيها ويستافدوا منها. كاين كاين داك الفاوندر داك فيلم داك لا لا كي مزيان عاود لهم هذا بحال اللي زاد لهم سمارت واللي تيجي تيقول فاوندر شي حاجه مزيان. انا كنسالي نوم بزاف. كاين فيلم اخر بعدا ديال واحد هو اللي بحال تيكون مينتور ديال وحده كدير سوسيتي ديالها وهاد الراجل كبير تيكون خدام فواحد الشركه وكيمشي المهم شاق سميتو هذيك ستاجير اي تيكون ستاجير هذيك واحد الستاجير هذا اسم خطير ستاجير سميت الفيلم ستاجير سميتو لو ستاجير بالفرنسي فرنسي وبلونغليز فريمون واعر فهمتي خلاص دور في فول ستريت واخا هذاك هذاك اللي دور في فول ستريت اخا يقول لك تعلم منه السيلز ما تعلمش منه ستاجير زوين اكسبيريونس اي كوميرس هي من دخلات جات ما عندها حتى شي علاقه بالدومين جات صايبه معمل دار قادت سونتر دابيل قادت ناس اللي كيديروا الديزاين حداها ناس اللي كيصايبوا حداها وجربت الاكسبيريونس كامل صايبات بلاتفورم بدات كتبيع ومشات كدير حتى لا ليفريزون بيديها وتتقرب البرودوي كيفاش كيتباكيجا وكيفاش كيتصايب وصدقت السيده هذيك اللي جابت ستاجير صدق هذاك المعمل كان خدام فيه هذا شي 50 عام وفي التقاعد وفي التقاعد وجابته عندها ستاجير بالله وزعما هذا الفيلم هذا مزيان يتفرجوا فيه فريمون باسكو تعاود على الاي كوميرس كيفاش لونسي براند كيفاش تصايب. كاين قلتي لي انت فشي فيلم سميتو ستارت اب كاين سيري سميتو ستارت اب ولكن هذاك عاوتاني هذاك استوري واحد اخر ان لونساو ستارت اب وفشلات بفشل ديال داكشي اللي كيوقع دابا في ميريكان كيجي الحوت تياكل كلشي هذاك ولكن مزيان يتفرجوا فيه الدراري لان ما تيعنيش انك لونسيتي ستارت اب وتكون انت الفكره ديالك وكلشي ديالك راه تنجح بها وي تما تيبان بان خلاص ميريكان هادشي كاين كيجيو شركات كبار تيستنيوك على عقود انت يلا ديماري ما فاهمش شنو واقع في الاخر تلقى راسك راه الشركه ماشي ديالك وكاين حرق لنا الفيلم وكاين واحد اخر ديال نتفليكس تا هو سميتو تا هو كيدير على في على لي ريزو سوسيو سوسيو اون جينيرال سيت سميتو تا هذا سميت كنسى ديال فيسبوك بعدا ولكن تا كرسي عليك فيسبوك كاين واحد دوكيمونتير على لي ريزو سوسيو هذا فريمون واعر تا هو شوف اللي بغى يتفرج يمشي لنتفليكس يكتب ستارت اب ولا في يوتيوب قاعد يكتب طب فيلم انتربرونور طب سيري انتربرونور سؤال اخر سير اخر سؤال ونورمالمون موجه ليك دابا راه باش تعرف ان الدراري واخا دابا يونس عاود القصه ديالو كامله وذكر وذكر انه تعذب كيمشي لسميتو باش يقلب على البرودوي دابا الدراري كيسولو كيقول لك قلتو لنا غاتلونسيو السيرفيس ديال تجيبوا لنا البرودوي لي ريزون سميتو امتى واخا زعما راه ماشي عذر غتجيب لي سيرفيس وغيبقى يعطيك اعذار اخرين عمرو يحبس من القعده سؤال تيقول لك امتى غديروا هاد السيرفيس في المغرب ورضا جاوب قريبا على شاشتكم على المغرب اخي قريبا على شاشتكم والله الا خدامين والله ما نحسن اخي ايوب قال لك هذاك شلون هي يلا متقرا الجلاب اللي قال صلوا باين قال على شي حاجه دايره بالقف دايره بالقف اخي الجليل جبدو قال سيرتش لك اللي كيدويو باين ما كاين والو هذاك خونا اللي ساب شكون اللي ضرب الحصيصه شباب خيون شكرا بزاف اخي على الاستضافه اخي زكريا نهار كبير هذا مرحبا بكم اخويا ماشي مرحبا بكم راه نتوما اصلا ديك اليوم ديال اليو كان مرحبا بكم اني تايم اخي هادي تكونوا دايزين للرباط دعنا وغيساني مرحبا بكم اخي في اي وقيته مرحبا الف مرحبا جايز تبارك الله عليكم بالتوفيق لكم عرفنا طولنا ساعتين و22 دقيقه اخي راه اطول لايف اطول لايف اخي جايز تبارك الله لا سيرتو كنا تنقاطعوا وكان الجو فريندلي بالعكس بحال مريحين في شي قهوه تنخرجوا حنا من دوك الاجواء ديال اللايف والضغط يكون على واحد صافي راه حنا مقهوين وشادين معانا واحد 5000 6000 واحد جايز تبارك الله عليكم بالتوفيق لكم طلعوا لي فراسكم بالربي ما سخيت بكم حتى غدا ان شاء الله غدا شكون غدا جايز غدا حتى هو واحد الشاب ديال الاي كوميرس مروان فلاش تعرف تعرفوا جيتو يسرا تعرفوا اللي شفتيه فوجو تعرفوا حتى هو وان اوف ذا جريت جايز اللي كيخدموا في الاي كوميرس غادي يجي يعاود لنا الاكسبيريونس ديالو الدراري
السبت الغيساني مع هذا كل شيء كتب لهم بغينا الغيساني واحد الطالب كبير شحال واش كدا خويا السيوا باش كان سالي واللايف و تيبقى بلا انت صيفط لي خويا السيمو علاش ما بغيتيش تجيب عشرك الغيساني راه ماشي هو باش نجيبوه السبت ان شاء الله لا لا والله يجيك انت اللي عندك ما تعاود شوف شوف السبت الدراري الغيساني لحد سوينغا صيفطوا له الدراري فكروا راه تينسى صيفطوا الدراري سوينغا قول له لحد بان عند السيمو لايف الله يتوب عليكم الا ما صيفطوا له من ورا هذا اللايف هذا سيروا للبريفي سوينغا شيرنا قول له خاي سوينغا دوز لحد عند السيمو زكينا مع ديجا قال لك الحد اوكي اثنين اثنين واحد الشاب حتى هو ولد فاس تخدم السي بي ا حتى هو قصه واعره ثلاث يجي يحيى اجي عاود لينا اخي الاكسبيريونس ديالو واعره ديال كانوا ساكنين خمسه ولا ما عرفت سته في بيت وحده كاريين بيت يامات الجامعه تيعيش بشي 300 درهم في الشهر كيشريو كذا الوالد ديالو قباص الوالده ديالو ربات بيت اجي يجي من وراه راقي راقي حتى هو قصه راقي كاع هذه كتكون راقي برجوازي وبعد ذلك زعما جو بونس راقي كان ترونكيل زعما ما عنده حتى مشكل لا راقي راقي مدبر على الباسبور الفرنسي عايش كون لا لا ومشى خيتي تحارب تحارب علما انا خير ملي كتكون عندك باسبور فرنسي دونك راه الطاكس راك عارف شحال كتخلص يعني فهمتي راه ماشي شي حاجه اللي راك عارف الا كنتي اونتربرونور احسن ما تكون الا كنتي الا كنتي فرنسي احسن ما تكون اونتربرونور سميو تعيش على دار الدوله هذه اللي تيقولوا راه مسكين راه تيقول لك اخي انا الباسبور فرنسي بالنسبه لي كاين